الاهلي يتعادل مع فيوتشر 1-1 ويفقد نقطتين ثمينتين في الصراع على القمه. كابتن شريف برضه القلق اللي احنا ما زالت القاعده موجوده الماتش ان بعد دايما البطولات المهمه والمباريات المهمه والفوز بيها دايما بيحصل اللي احنا شفناه النهارده. القاعده موجوده، احنا مش عارفين نكسرها وكنا بنكسرها في القليل قوي. بس احنا قلنا الكلام ده كله يا كابتن ايمن قبل المباراه الحقيقه. قلنا ان احنا بنلعب فريق عنده امكانيات كبيره قوي انها تقدر تجاريك في المباراه. ويمكن برضو لما احنا دايما بيبقى عندنا تشكيل في اول هاف تايم بيحتاج رؤيه وبيحتاج تعديل وبيحتاج شكل. ان كنا كمان كنا متقدمين بهدف، طب حصل التغيير سريع جدا في الهاف تايم، فاحنا قلنا حتى لو هيغير مش هيغير دلوقتي، يعني هيشتغل بنفس انما هو حس فعلا زي ما الكابتن قالوا ان هو ما عندوش سرد باك جوه او ما عندوش عمق ممكن اي حد يخترق، وحصل له مشاكل في اول هاف تايم من العمق الدفاعي بتاعنا، ان الناس اللي بتلعب حتى مش مكانها يعني. مجهود كبير قوي حصل من الحقيقه من الفرقتين، جري كتير قوي في الملعب، محاولات كبيره جدا من الفرقتين، انما كان عشان نخلص والدرس اللي احنا عارفينه كل ما بنجيب هدف احنا بنبقى محتاجين الهدف الثاني اللي بيقتل المباراه. حصل نقل الكره في بطء، استسلام اللعيبه للريتم بتاع المباراه، بقى هم ريتم سريع جدا وعايزين يقلوا الكره في انت اللي بتعمل مشاكل، انت اللي عندك الميز باص، لولا الميز باص اللي بيحصل من عندك كانت الحكايه، ما تقدرش تخليهم في السرعات دي او يبقوا موجودين عندك في الناحيه الثانيه. كان عندهم بس خليني اقول لحضرتك حاجه في النقطه دي بعد اذنك كابتن شريف. انت كنت متقدم 1-0 وانت ليك الافضليه، ده في اول دقيقتين كمان ماشي، وانت ليك الافضليه. كان في اخطاء، اكيد كان في اخطاء كويس، ولكن انت ممكن تحافظ على المكسب 1-0. هو انت تحاسب على المكسب 1-0 في حاله انتظام خطوطك. يعني انت النهارده لو بتلعب 4-2-3-1 زي ما كنا بنلعبها بالطريقه دي، بتعمل ارتكاز في نص الملعب، يبقى عندك اثنين واقفين دايما في نص الملعب يحموك من اي كونتر اتاك عندك، عندك اطرافك موجوده على الطرف، ان كان كوكا او معلول او اكرم، بس بتبقى في ثوابت، في ارتكازات في الملعب، انت ما بتبقاش قلقان، حتى بتشيل الشكل عن حمدي فتحي وبدر بنون، ده هو علي ماهر ما لعبش غير على الحته دي، شايف ان في حمدي فتحي وبدر بنون هناك، فخلى احمد عاطف دايما بيعمل الكرات الطويله هناك في الناحيه الشمال في الناحيه الفاضيه. يقطع يعمل سويتش من محمد فاروق لما يخش من الناحيه الثانيه، بيبقى عايز يخترقك دايما من الحته دي، العرضيات اللي بيعملها جوزيف. خلاص هو حاسس ان انت بتلعب 3-4-3 فاتح له الجيم، انت هتعتمد دايما على الشكل اللي احنا قلنا عليه الهجومي الضاغط من قدام اللي هو اسمرك على الهدف الاولاني. وحاولت تعمل الكلام ده بس ما حصلش لغه التعاون في الشكل الهجومي بين بيرستا وشريف، وما حسيناش، انا مش فاكر اي هجمه راحت. انت لو عندك اي حاجه انت فاكرها من الهجمات، انا شايف ان الكره الوحيده اللي احنا كنا ممكن نستثمرها كنت انا وبلال بنتكلم فيها اللي هي بتاعت اكرم لما دخل جوه ال 18، لو وقع اكرم في الحته دي وما حاربش على الكره من تاني اعتقد انها كانت ضربه جزاء، يعني حتى ما اداش مساحه لا للحكم ولا للفار ولا لاي حاجه ان هو يساعده فيها يعني، وهي دي الكره الوحيده اللي انا فاكرها، وكوره محمد طاهر في الاخر اللي هي ما لبستش في رجله كويس وراحت خبطت في الباك وراحت، يبقى ده مش وقتك ولا يومك، وهم عملوا عليك كام زي كونتر اتاك كان ممكن يثمر الاهداف لولا يقظه الشناوي وواحده طلعت بره. احنا قلنا ان فرقه فيوتشر لو انت مش هتبقى ليدنج من اول الجيم وهتخلص المباراه هتحصل لك مشاكل وهيبقوا معاك في نفس الجيم ونفس الشكل، عندهم من السرعات ومن اللعيبه اللي هي تقدر تجاريك، خاصه انت جاي من يعني مشاوير كبيره، اللي جاي من المنتخب واللي جايين من الكاس سوبر والسفر والحاجات دي، و دايما انا دايما يمكن مستر موسيماني حب يعمل النهارده تدوير في اللاعبين او يحط اي حد يقدر بالحاله البدنيه
يساعد النهارده خاصه في الشوط الاول. كان موجود السرعات او كان موجود كل حاجه، بس ده كان على حساب الاداء يعني، ما كانش على حساب كان على حساب التنفيذ. النهارده انا بدخل نبيل كوكا بيبقى محتاج منه اداء معين، لا عارف هو يهاجم ولا عارف يدافع، خدت بالك، بيسلم بس الباص والكلام ده وبس. الحاله الدفاعيه عليه قويه جدا، الحاله الكروسات اللي بتحصل عليه قويه جدا. فلو احنا من الاول عندنا الثوابت اللي هو عندنا سيرد باك كويس، ومن زي ما عمل في تاني تايم منزل ربيعه يعني، لو الشكل الهارموني بتاع الشكل ده بتاع الدفاعات مش هتطمع حتى الفرقه اللي قدامك، هيبقوا عايزين يطلعوا عندك من على الاطراف، عايزين يخشوا يعملوا اي تصويبات اي حاجه. فيمكن الشكل النهارده استفاد منه كتير، ومباراه كبيره، واحنا كنا عارفين واحنا قاعدين المباراه دي رايحه جايه وقلنا قبل كده. فكم من المباريات اللي انت هتشوفها بهذا الشكل حتى في البطوله اللي احنا رايحينها، هتلاعب فرق كبيره زي دي. وقلت لك انت كنت بتتكلم على الرجاء، انا قلت لك فيوتشر اقوى من الرجاء، فيوتشر عنده الامكانيات انه دايما يبقى في نص ملعبك الثاني. فهارد لك على التعادل، وان كان انا شايفه طبيعي النهارده على هذا الشكل اللي كان موجود. ايوه كابتن سامع، يمكن قلت قبل المباراه ان انت خايف من الجوانب الدفاعيه. وبالرغم من ان مستر موسيماني مع بدايه الشوط الثاني ما استناش، هو عمل تغيير دفاعي والمفروض ان هو ظبط الامور الدفاعيه ورا، الى ان استقبلنا هدف بكل سهوله. يعني ما هو اصل مش شرط انك انا ان انت تعمل الصح ما يجيش فيك اجوان، او تعمل الغلط وما يجيش فيك اجوان، يعني ممكن كده وممكن كده احيانا. لكن الطبيعي ان انت بتعمل الصح، الطبيعي ان انت بتعمل الفرقه بحيث انها دفاعيا تبقى مظبوطه، في نص الملعب تبقى مظبوطه، قدام تبقى مظبوطه. الشوط الاولاني كان فيه مجازفه غير طبيعيه، غير طبيعيه بايه؟ ان احنا قلنا انه بيلعب بدر بنون وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا اللي هو اصلا مش قلب دفاع. ايوه. مع ان حمدي فتحي اصلا مش قلب دفاع، حمدي فتحي بيلعب ثالث وبيكمل. أيوه. لكن احيانا بيلعبها، لكن لما يطلع مين اللي هيبقوا في العمق؟ خاصه ان كمان ميكسوني محطوط ظهير ايسر. ميكسوني محطوط الخامس، احنا بنلعب 3 4 3. محطوط في الاربعه اللي في النص بس على الطرف، اللي هو برده بيقوم بمهمه الهجوم، ولكن ليه مهام دفاعيه، وليه وقفات ان يغطي لجوه ازاي، وليه وقفات ان امتى يقف لو حس ان الحته دي فيها خطوره شويه. مش يعني تحس انه مش بيلعب كظهير. أي. يعني علي معلول بيلعب المكان ده، بس علي معلول اصلا ظهير، ومع ذلك بيبقى علي معلول بيلعب جنبه مين؟ ايمن اشرف اللي هو اصلا سيرد باك وباك ليفت، يعني بيلعب باك ليفت بيعرف يجيدها وبيلعب سيرد باك، فمأمن علي معلول كويس. لكن انت في الجنب ده انت حطيت احمد نبيل كوكا اللي هو اصلا مش سيرد باك، وميكسوني اللي هو اصلا مش باك ليفت، اللي هو الرابع اللي احنا بنقول عليه 3 4 3 اللي هو الرابع من بره. صحيح ليه مهام هجوميه، وصحيح انت النادي الاهلي، بس مش في كل وقت هيبقى في مهام هجوميه. في وقت جدا لازم هيقف مظبوط ورا كمدافع. الشوط الاولاني انت جبت جون يعني بايه؟ تنزلت ضاغط قوي، وانا قلت لك عدد المهاجمين كتير، يعني احمد عبد القادر، ميكسوني، شريف، قفشه، اللي عندهم النزعه الهجوميه، اللي عندهم نزعه هجوميه. لكن ورا هتبقى في مشاكل كبيره، لانك انت كمان حاطط اتنين في نص الملعب، حاطط ديانج وجنبه قفشه، يعني قفشه اساسا مهامه هجوميه اكتر. كانك حاطط ديانج، فانت فتحت نص الملعب وفتحت الجنب. بس ربنا كرمك وقدرت في بدايه الشوط بالحماس بتاع اللعيبه والضغطه الهجوميه اللي انت عملتها اربكت فرقه كويس فيوتشر وجبت جون. ليه ما قدرتش تحافظ على الجون؟ ما هو انا قلت لك انه ما قدرش بقى، خلاص بيحصل اخطاء. هو طبعا رامي اترقص في الكره دي، رغم ان رامي اساسا مساك، عشان الناس ما تفهمش انه، بس ممكن يكون يعني لسه نزوله دوت كان ما سخنش قوي، ما تعرفش. الراجل برده احمد عاطف رقصه كويس ولعبها لتحت، قدر يجيب. بس برده في الشوط الاولاني، في نهايه الشوط الاولاني لما فرقه فيوتشر خدت الصدمه الاولانيه ال 10 دقائق ربع ساعه، الاهلي كان ضاغط فيها واربكهم، اللي كانت اسهل فتره النادي الاهلي يجي فيها الجون الثاني. كانوا مرتبكين خالص، لان الجون جه بدري في الدقيقه 2. في نهايه الشوط اكتر من كوره راحوا بيها برده من العمق، او كور عرضيه عدت الديفنس، واحده كان هيجيبها اعتقد غنام محمد سند بصدره والشناوي طلع له خدها كويس، وواحده احمد عاطف اتلعبت له في العمق حطها في بطن العرض في القائم من تحت.
يعني في نهايه الشوط باين ان بقت المشاكل اللي احنا كنا بنقول عليها تحصل حصل. هو عدل ما استناش، هو حس ان في مشكله عند ميكسوني بالظبط، فعشان كده ودى كوكا شمال ونزل رامي في العمق. بس انا ده كده الصح ده يعني انا بتكلم كحاله ماشي، لانه بقى في سيرد باك رامي جنبه بانون جنبه كويس. حمدي بقى ام كويس قوي. لكن حصل انه لا خليني اقف يعني معاك في النقطه ديت انا هقف عند النقطه ديت. معنى كده ان المشاكل الدفاعيه كانت في خط الدفاع بس، ما كانش في مشاكل دفاعيه عندك في نص الملعب. ما انا بقول لك المشكله في ايه، انك انت في نص الملعب حاطط ديانج وقفشه، يعني انت بتلعب 3 4 3 وحاطط على الطرف ميكسوني وحاطط ورا احمد نبيل، فطبعا مشاكل كتيره في نص الملعب وورا في الاطراف عند ميكسوني وفي نص الملعب عند قفشه، لانك انت لساند قفشه بسيرد باك اصلا سيرد باك، ولا كويس. ساند ميكسوني بتفندر ديفندر، يعني قفشه مش ديفندر، انت حاطط ديانج بس اللي هو يعتبر رقم 6 او وسط مدافع ان عنده كميات جري والتحامات، انت حاطط قفشه كمان بيزيد في الناحيه الهجوميه، فكانك بتلعب 3-1 والباقي كله مهاجم، يعني اكنك بتلعب بكوكا وحمدي وبدر بنون وقدامهم بس ديانج، فمساحه نص الملعب لما احنا بنهاجم عشان كده كثافتنا في الهجوم كانت كتيره، ولكن اي كره في نص الملعب سهل قوي يتنقلوها في الاجنبي يتنقلوها. مظبوط، بس بمجرد نزول رامي بقى عندك بدر ورامي مظبوط، وعندك اكرم وعندك كوكا ايوه كده ظبطت الى حد كبير، يعني وعندك حمدي فتحي وديانج مظبوط صح، هو الامور اتظبطت شويه هو احيانا حتى في الشوط الثاني لعب بحمدي في نص الملعب جنب ديانج بين 4-2-3-1 واحيانا كان بيرجع حمدي برضو بين رامي وبدر بانون 3، يعني في جزء من الشوط الثاني لعبوا 3 وفي جزء لعبوا 4 وودى حمدي بقى نص الملعب قوي وبقى رامي وبدر بانون بس. ايا كان هي اتظبطت نسبيا احسن من الشوط الاولاني، ولكن الاخطاء بتحصل في كره القدم. الكره اتلعبت برضو في العمق من ظهر رامي، احمد عاطف اتصرف فيها كويس ورقصه وعملها لتحت، نيدفيد جاي سهل، مفيش حد كان قافل، يا دوب اعتقد مش عارف مين اللي كان جاي معاه، احمد عبد القادر ولا بيرسي تاوي اللي كان جاي معاه متاخر، وهو برضو اشترك بسرعه كريم نيدفيد وحطها، فحصل ربكه شويه. الاغرب بقى لما نتكلم فيها انه انا شايف ان احمد عبد القادر ما كانش يطلع، كان عامل رغم انه تعب شويه ولكن كان عامل قلق ناحيه الشمال، كان يقدر قفشة يطلع قبل من كان عامل قلق ناحيه الشمال. فانت تحس انك انت بعد ما جاي فيك الجون بقيت مستعجل قوي على انك تحط الكوره في ال 18 وخلاص، يعني ساعات كنا بنلاقي 4-5 في ال 18 وعايزين نشعلق لهم الكوره، وده مش اسلوب لعب النادي الاهلي قوي، يعني فترات قليله اللي ابتديت تروح على الطرف تنقل بين الشحات مثلا واكرم وبيرسيتاو اللي الحاجات اللي بتخش بيها من الجنب لل 18 وتلعب، رغم ان هم عملوا زحمه لكن بقت افضل من كنت بتعمل الكور الطويله بالذات في اخر 10 دقائق، ابتديت تحط كثافه في ال 18 وعايز تعمل الكور بسرعه طويله، وهم كمان نزلوا سعد سمير بقى ثالث في العمق، بقوا 3 بدل ما كانوا 4 بقوا 3 في العمق، فبقت زحمه قوي وكان هجماتهم المرتده خطر. يعني الماتش في مجمله من وجهه نظري هي نتيجه عادله كده، يعني على احداث الشوط الاولاني اللي احنا ابتدينا بشكل كويس وجبنا جون وهم مسكوا نفسهم الشوط الثاني ونهايه الشوط الاولاني وجابوا جون، تحس ان الفرص يعني متقاربه، ما فيش يعني فهارد لك وكره القدم كده، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله يعني. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن عادل، كان ليك رؤيه قبل الماتش، و لما الشوط الثاني حصل واحنا كنا متقدمين 1-0 قلت بين الشوطين واحنا بنتكلم انا وانت هي العمليه عايزه تنظيم دفاعي جاي، كنا عندنا اختلاف على الافراد ولكن احنا كسبانين 1-0 وزي ما قال الكابتن شريف المكسب في ايدك، انت كان ممكن تقفل الجيم شويه، احيانا ممكن تغير اسلوب اللعب اكيد كويس وتطلع كسبان برضو بالثلاث نقط اللي هم في ايدك اصلا. من وجهه نظرك ايه اسباب ضياع الفوز النهارده من النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، خلينا نبقى منصفين. ماشي. بمعنى انت جاي، انا اتكلمت وقلت لك
او للاستوديو قبل الاستوديو قلت لك كابتن ايمن انا خايف من مباراه اليوم. كلنا وكلنا متخوفين. ليه؟ وانا قلت لك اسبابي، جاي من بطوله عرب كلاعيبه منتخب عندهم احباط كبير واجهاد ودخلنا على المرحله الثانيه، الاهلي بيلعب في السوبر، اجهاد ما بعده اجهاد، المباراه نفسها تقعد لاخر للدقيقه الوقت الضايع وبعدين تجيب الهدف بتاعك. فانت لاعب في عندك لعيبه لعبت حوالي مثلا في 21 يوم يجي 7-8 مباريات ومنهم مباريات كلها كؤوس ومستوى عالي. تمام، دخلنا على المباراه لقينا انه في افراد جديده هو بيلعبها موسيماني علشان يريح اللي عنده اصابه السليه، عنده ايمن اشرف برضه. ايمن اشرف وايمن اشرف عنده مصاب، فالراجل قال يعمل حاجه ثانيه طريقة أخرى. هل غياب اللعيبة الأساسية دي عمرو السولية وأيمن أشرف أثر على الأداء؟ لا، هو اللي أثر على الأداء الحتة بتاعة الإجهاد. الطبيعي يا كابتن إنه أنا يمكن كلمتك وقلت لك في المفترض إن مدرب الأحمال والاستشفاء يبقى على أعلى مستوى، زائد كمان إنك أنت اللعيبة تخرجهم نفسيا من بعد الإحباط إلى مكسب وفرحة. اللعيبة دي الله يكون في عونها، دفعوا 10 أيام زعلوا قوي وفرحوا قوي. يمكن انا قلت لك عمرو السوليه الاصابه اللي حصلت له ممكن تبقى نفسيه اكتر من نفسيه طبعا من المباراه الاخيره. فاللي انا عايز اقوله لك، انا شايف ان عدم انتظام الملعب النهارده كان من الاجهاد، ده رقم واحد، اجهاد واجهاد قوي جدا. رقم اتنين، انت كمان ما يعني ما عندكش استراتيجيه واضحه في المباراه النهارده. ثبات الاماكن، يمكن احنا شفنا في لعيبه لعبت في مكان 10 دقائق وغيرت لمكان تاني 10 دقائق وغيرت لمكان تاني 10 دقائق وغيرت لمكان تاني 10 دقائق. في وسط الاجهاد انت ما تقدرش تواكب الحاجات دي. الحاجه الثانيه المهمه، انت كنادي اهلي بتبقى يعني عندك الحته انك انت ما تدافعش 100%. يعني ايه؟ وانا يمكن انا كنت بتكلم في الامر ده من السنه اللي فاتت يا كابتن ايمن، بقول مفيش مانع ان في ظروفي الصعبه اطلع الماتش 1-0. صح، مش هيتقال عليا ان انا بدافع. انا مع وجهه النظر دي لا طبعا. الحاجه المهمه انه هنا دور مدرب الاحمال، دور الجهاز اللي هو المعاون بتاع الاستشفاء ضروري جدا، ده علم كبير يا كابتن ايمن، ضروري جدا. الحته النفسيه بتاعت اللاعبين ضروريه جدا. انا شايف ان بعد التعادل اللي احنا شفناه ده نتيجه يعني انا مش زعلان في مباراه النهارده، انا كنت ازعل لو كنت اتغلبت، انت فاهمني؟ وانا مش محبذ ان انا اتعادل، ما احبش اتعادل، انا عايز اكسب. لكن بقول لك في الظروف الصعبه القوي، يعني لانه فعلا دي جايه في مباراه صعبه وظروفها صعبه فوق ما تتخيل. فانا يعني بدي العذر للاعبين وبقول لهم يعني خلاص الموضوع انتهى عادي، اتعادلت، انت المفترض انك انت في صراع دوري، انت ما بتلعبش كاس، يعني انت عندك صراع دوري. ضيعنا فرصه نقطتين من ايدينا، بس يعني فيها ظروف صعبه. ايوه كابتن، ال 20 او ال 21 يوم اللي جم على اللاعبين بالذات الدوليين بتوع النادي الاهلي صعبه جدا وصعبه للغايه. أيوة. سفر في سفر في مباريات في بطوله عربيه قويه جدا، مستواها كان عالي جدا عشان الملاعب والشكل وبعدين لعبت منتخبات قويه، وبعدين عملت اكسترا تايم مع تونس، وبعدين بعد تونس لعبت ماتش السوبر صعب جدا، وبعدين راجع من اخفاق وضحك. اللي يثبت لك الكلام ده ان انت ما ضيعتش حاجه النهارده. صح، انت اللي يثبت يعني لك الكلام ده ان انت النهارده عندك فرص وبعدين واضحه، يعني ان انت تقول انا كنت ممكن اكسب منها. يعني خليني نقف هنا عشان عايز برضو اتكلم في حته معينه. احنا كنادي اهلي بنعتمد اعتماد يعني لا بنعتمد اعتماد كبير جدا في الشق الهجومي على الاطراف بتاعتنا. تمام، اللي هما زي اكرم تمام وزي
معلول. علي معلول وكان الاول كوكا اللي بتلعب. انت بدايتك في المباراه افتقدت العنصرين المهمين دول. ان احمد عبد القادر عوضك معلول. بس يعني نقدر نقول ربع ساعه وثلث ساعه هو ده تلعب ساعه وما تجيبش جوال. انت لعبت دقيقتين جبت جول بالظبط. بس احنا افتقدنا الحلول الهجوميه عن طريق الاطراف. وده عامل اساسي في الشق الهجومي للنادي الاهلي. طب يا كابتن انتوا مش ملاحظين النهارده انه في حته من عدم التركيز في المهام نفسها من معظم اللاعبين؟ يعني تهنا في بعض الاوقات وتهنا في بعض بالظبط. كابتن اللي انا بقوله لك هو هي الانديه الكبيره كده. انت 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 بتلعب. انا بقول لك مش سهله. انت عارف ان الدوري الانجليزي البوكسنج جيم ده اللي بيتلعب في الفتره اللي هي دي بيلعبوا كم مباراه؟ بيلعبوا 5-6 مباريات بس. انت لعبت 8 مباريات وهم متعودين انت مش متعود. انا بكلمك على اللعيبه المهمه في النادي الاهلي اللي هي بتلعب للمنتخب وبعدين ما كانش فيها يتخللها بطوله زي بتاعه. لا احنا متعودين يا كابتن. احنا الموسم اللي فات كنا بنلعب كل 48 ساعه ماتش. اي بس بتلعب في الدوري المصري. لكن بكلمك على المستوى العالي اللي انت وصلت فيه. انك بتلعب في البطوله العربيه. انت بتلعب فرقه تونس فرقه قويه ولعبت قطر فرقه قويه والجزائر فرقه قويه ولعبت كسرطاين. انا بكلمك في وضع صعب للغايه. انا يمكن انا وانا جاي المباراه كنت بقول ربنا يستر ان احنا ما نخسرش. انت تخيل في لعيبه ما لعبتش بقالها يجي اسبوع ولا 10 ايام او لعبوا في ال 20 يوم اللي انت لعبت فيهم 8 مباريات و7 مباريات لعبوا مباراه واحده او اتنين ويعني جاهزين قدامك جامد. يعني انت تبص تلاقي لعيبه يعني اللعيبه اللي هي بتاعت فيوتشر النهارده تحس ان هم فريش شويه واسرع واقوى شويه. ليه؟ لانه ما فيش الاجهاد ده. انا مش ببرر التعادل ولكن انا بقول لك احنا ناس بنشتغل في الكوره وشايفين الموضوع صعب للغايه. حتى صعب على موسيماني. انت تخيل انه يطلع من حاله لحاله صعب عليه برضه رغم ان هو النهارده كان المفروض ينكمش شويه. هو نط الملعب لعب لعب مفتوح لعب لعب النادي الاهلي. انا كان رايي ان هو يعدي المباراه بقى يعني اللي هو ايه تجاري بلغه الكوره يعديها تجاري. يلعب لعبه بسيط يقف بعد 1-0 بعد 1-0 يقف ويلعب على المرتده. مفيش مشكله لانك انت تعبان. عملها لاعب ماتشات كتير وانت تعبان. فمن الاخر يعني انا عاوز اقول بقى المباراه احنا لسه الدوري كبير مفيش اي مشكله. انت جاي مبروك كاس السوبر. صحيح. يعني ما تخليناش ان احنا نحبط والناس بقى تيجي تتكلم وتقول لك تعادل. ما ايه يعني من كره القدم كده. طب ما انت حتى لو انت كسبت المباريات اللي جايه عدد المباريات اللي الفرقه الثانيه هتبقى الاول. أيوة. يعني ما فيش مشكله انك انت هتبقى احنا الأول. بنحلل تعادل بس احنا بس الحته دي لازم بس ايه احنا عندنا كاس عالم للانديه. رايي ان هيبقى في اجهاد جامد جدا وعندنا منتخب كاس امم افريقيه هيروحوا اللعيبه دي. انا ربنا يستر. انا بكلمك احنا في ظروف غير عاديه. النادي الاهلي بيمر بظروف غير عاديه في الفتره دي وده قدره لانه هو اللي بيشرف مصر او بالمعنى الاصح هو اللي بيلعب من الانديه المصريه في المحافل الدوليه لانه هو اقوى فرقه في مصر يعني. فعلشان كده عايز اقول لك انه ان شاء الله لاعيبه المنتخب تاخد تجربه كويسه مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه ويرجع هيبقى عندك المشكله دي برضو وانت في كاس العالم للانديه. بس كاس العالم للانديه حاجه والدوري المصري حاجه تاني. هتلاعب فرق قويه وهتلاعب فرق جامده قوي. فعلشان كده لازم الاستشفاء والرجوع. صحيح. ده مهم جدا. لازم يتصرفوا ويشوفوا ايه الفكر في الجهاز الفني في حته الاستشفاء وصلوا لايه وازاي واشتغلوا عليها المعدل البدني في علوه ونزوله لازم يدرس عن كده شويه ولازم يرجعوا. يعني انا شايف انه في مدرب احمال كويس قوي بس في الوقت برضو احيانا التجهيز الزياده بيبقى عكسي. ايوه العب انفت احسن ما تلعب اوفر تريننج. كابتن بلال حلو الانفت دي حلو انجليزي. ليه افتقدنا الحلول الهجوميه الشوط الثاني وخصوصا بعد هدف فيوتشر؟
بص يا كابتن، خليني اقول لك يعني وكعادتنا يعني للاسف السيئه، ان احنا بعد البطولات دايما عندنا مشكله في الماتشات اللي بعديها، يعني عندنا مشكله في النقل بين بطوله كبيره لبطوله تانية مختلفه. مش عايز اقول بطوله الدوري بطوله صغيره، بس عايز اقول من بطوله لبطوله عندنا مشكله فيها، يعني مهما كانت قوه الخصم او انا قلت لك فيوتشر اقوى من رجاء بكير. النهارده في سوء توفيق للمدير الفني وللعيبه، مش بس للعيبه في الملعب، لا كمان للمدير الفني. احيانا بيصادفوا سوء توفيق. النهارده الاهلي في أسوأ حالاته بيتعادل مع فيوتشر، ده تحسب للنادي الاهلي على فكره مش عليه. يعني النهارده لما نيجي نقيس الامور بمنطقه الطبيعه هنقول ان الاهلي في أسوأ حالاته تعادل النهارده مع فيوتشر، وكان الاقرب ان هو في بعض الاوقات انه يكسب، يعني وما زلنا في المركز الاول طبعا في المركز الاول، لكن هي مباراه في الاخر هي مباراه كره قدم، وارد انك تادي فيها بشكل كويس وارد انك تادي فيها بشكل وحش. البدايه زي ما قلنا قبل الماتش ان بدايات مستر موسيماني فيها عليها كومنتس كتيره الحقيقه، يعني تمام بتبتدي النهارده ب 3 4 3، بتبتدي بلعيب ما بيلعبش بقاله زمن مع فرقه كبيره عندها حلول هجوميه كتيره جدا 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 جدا، لعيب صغير بس النهارده مش ده التوقيت السليم بالنسبه له. عشان كده بقول لك سوء التوفيق مش زي ما بيصادف اللعيبه بيصادف احيانا المدير الفني. النهارده نص ملعبك عندك مشكله، ان مجدي قفشه مش في افضل حالاته، ومع ذلك فضلت مستني كتير على مجدي قفشه في التغيير بتاعه، وده كان حل كان المفروض يبقى من بدايه الشوط الثاني. واحنا قلنا ان احنا مجدي قفشه المفترض ان هو يغير من بدايه الشوط الثاني، ممكن يكون عندي لعيب جيد وامكانياته كبيره، لكن واضح من بدايه الماتش انه النهارده مش في الفورمه بتاعته. احمد عبد القادر لعيب قدر يصنع هدف، كره بتيجي في رجله بيقدر يشتغل بشكل كويس، ممكن يكون زي ما قال كابتن اسامه عربي قل شويه، لكنه ما زال هو اللعيب الوحيد اللي عنده حلول في الحته الهجوميه. ما ينفعش اطلعه واسيب مجدي في الملعب، يعني دي بعض الحاجات اللي فيها سوء توفيق من المدير الفني. التغيير بشكل عام، تغيير طريقه اللعب زي ما اتكلمنا او زي ما اتكلموا كباتن، التغيير 3 من 3 4 3 ل 4 3 2 1. الدوري العام مختلف شويتين ثلاثه عن افريقيا. في افريقيا ممكن تلعب 3 4 3 وتحط لعيب في نص ملعب تحطه يلعب زي سنتر باك ثالث، يعني فاهم قصدي؟ انما في الدوري العام الامور مختلفه، انت محتاج الاثنين الباكين، محتاج الجناحين، محتاج البلاي ميكر، محتاج راس حربه صريح، محتاج احيانا في بعض الاوقات زي ما كابتن شريف بيطالب انك تلعب سكند سترايكر صريح عشان الكرات العرضيه. الاهلي النهارده غير موفق على الاطلاق في المباراه، لا اداره المباراه ولا حتى كمان اثناء الجيم نفسه. ممكن وده وارد في كره القدم، وزي ما الكابتن عادل والكابتن شريف والكابتن اسامه وارد انك يكون اللعيبه بتمر بحاله من الاجهاد، وده برضو امر وارد جدا وطبيعي في كره القدم، انك انت بعد فترات كبيره جدا منتخب وسوبر افريقي وبتيجي تلعب الدوري العام بعدها بثلاث اربع ايام، وارد ان يكون عندك حاله من الاجهاد. لكن انا بتكلم عن الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي، الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي والتغييرات والاداء بتاع مستر موسيماني في ماتش النهارده. النهارده انت ما دخلتش الماتش وانت بتلعب فرقه كبيره، انت دخلت الماتش عادي هكسب، يعني النادي الاهلي هيكسب اي حد، يعني من وجهه نظر يعني مستر موسيماني لما دخل المباراه انا هكسب النهارده باي تشكيل باي طريقه باي لعيب، هلعب 3 4 3 هكسب، هلعب 4 4 3 2 1 هكسب كويس. في بعض الاوقات يا كابتن ايمن لا، لازم تبقى انت مركز قوي ودارس الخصم اللي قدامك بشكل جيد. حلو، خلينا نتكلم في النقطه دي بتفاصيل اكتر. يعني لما يكون عندي مجموعه من البدلاء على الخطوط، يبقى معناها ان هم هل جاهزين بنسبه 100%، ولا انت كمدير فني زي ما بتقول بيدي دقايق لبعض اللعيبه اللي هم عليهم احمال بدنيه عاليه قوي، اللي هم مجهدين، اللي هم راجعين من اصابه زي مثلا علي معلول، فانت بتريحهم علشان تديهم جزء مثلا شوط تاني لو انت احتجتهم. هل من الافضل ان انت طالما هم محطوطين في البدلاء انك تبتدي بتشكيلك الاساسي او بلعبتك اللي هم اصلا انت معتمد عليهم، بدلا من انك انت تلجا لواحد او اتنين بقالهم كتير ما بيلعبوش؟ طيب خليني اقول لك، يعني هاخدها او اخد اصل يعني النقطه الاولى يا كابتن ايمن، اللي هو انا النهارده بلعب بأني طريقه الاول، او الطريقه دي مناسبه لمين؟ اولا مع بقيه الفرق باستثناء الزمالك مثلا ما ينفعش تلعب ب 3 4 3 من وجهه نظري انا، ممكن اكون انا مخطئ في الحته دي، لكن مستر موسيماني نفسه
في معظم المباريات بيغير طريقه اللعب الشوط الثاني دايما، بيبتدي 3 4 3 ويغير طريقه اللعب ل 4 3 2 1 او 4 3 3 الشوط الثاني اللي بنتفوق فيها بشكل كبير جدا، وبنحرز الاداب وبنستحوذ بشكل كويس، وبتطيح لنا فرص كتيره جدا جدا للتهديف. ده خلينا دي ده الشق الاول. نتكلم عن الشق الثاني. الشق الثاني انت النهارده وارد انك تريح بعض اللعيبه، علي معلول ممكن تريح علي معلول، بس مين يلعب مكان علي معلول؟ أيوة. هو ده الاختيار. ما ينفعش انا بجيب لعيب، انا النهارده كابتن عادل بيقول لا ده هو لعب ايه يا كابتن على مكسوني، لا بتكلم على السنتر باك، السنتر باك النادي الاهلي احمد نبيل كوكا. كابتن عادل بيقول في الناشئين كان بيلعب سنتر باك، لكن انا ما شفتوش سنتر باك في الفيرست تيم، مش في الفريق الاول. انا ما اقدرش اقول لك اذا كان يجيد ولا لا يجيد. انا اقدر احكم عليه الكل في كل المباريات اللي لعب فيها مع النادي الاهلي هو الليفت باك. فلما النهارده تيجي تحطه او تيجي نحطه النهارده يلعب سنتر باك وجنبيه واحد كمان المقومات بتاعته اصلا مش سنتر باك، تمام؟ يبقى على مكسوني مش باك كمان. لا وكمان لا انا بتكلم حمدي فتحي، انا بتكلم على حمدي فتحي كمان يا كابتن. يعني بتكلم على حمدي فتحي. انت النهارده الثلاثه اللي ورا انت ما عملتش يعني ما عملتش التوليفه الجيده ما بينهم. يعني الطبيعي انك بتلعب اثنين سنتر باكس اساسيين وبتحط واحد زي حمدي فتحي لعيب كره كويس ممكن يقصد يبقى ليبرو. هل الملعب يطلع كان في اول هاف تايم يستحمل عمار حمدي ولويس مكسيوني؟ لا ما هو عمار مش كابتن اسمه احمد نبيل كوكا، ولويس مكسيوني. كان الملعب يستحمل التدويرتين دول مع بعض بدل ما كان مثلا ممكن يلعب بعلي معلول في الاول؟ لا ما هو بلال قال لك ان البدايه قد تكون خاطئه في اختيار العناصر. ده اللي انا بقوله يا كابتن. ان النهارده لا كان من الاول ان انا احط واحد، احط سنتر باك واحط حمدي فتحي، تمام؟ لو انا هلعب بثلاثه اربعه ثلاثه يبقى انا عندي اثنين سنتر باكس وعظمت اقوياء وعندي واحد نص ملعب هو كمان. بيقوم بدور صانع العاب من قدام الخط قدام الخط الدفاعي. كان هيريح قفشه كتير جدا اكيد. ما انت بقى هيبقى له هويه طبعا. يعني قفشه كان هيبقى عنده هويه اكتر من كده. دي يا شريف كمان تكمله الكلام بلال، يعني الاثنين من السير دي باكات، والباك الشمال مش باك، وقفشه جنب ديانج، يعني مش واحد كمان مثلا وسط ارتكاز قوي وبقالهم كتير يحميهم. بالظبط. يعني اللي هو بيعمل التغطيه بلال. الاثنين دول بقالهم كتير وما بيلعبوش كمان مباريات زي دي او اساسيه، او يعني ما كانش ليهم حظ في الاشتراك حتى في البطوله في اخر مباراه، ما كانش ليهم حظ مع المنتخب مثلا الاثنين دول او منتخباتهم، او ان هم رجليهم في الملعب هم بعاد خالص عن انت. النقطه اللي كانت بتميز الاهلي في الماتشات اللي فاتت في ظل ان مجدي قفشه مش في افضل حياته في الفتره اللي فاتت، هو الحاله اللي عليها عمرو السولية. هو ده اللي كان بيعوض لك الحته بتاعت مجدي قفشه. يعني النهارده انا مجدي بقاله كام ماتش مش في التوب فورم بتاعه يا كابتن. اللي كان بيعوض الحته دي عمرو السولية والاداء الهجومي الجيد بتاعه، لانه كان بيقوم بدور صانع لعب. فتحس ان الاهلي ما عندوش ازمه في حته صناعه اللعب، ما عندوش ازمه في حته بناء الهجمه، ما عندوش ازمه في حته التكمله الهجوميه. لكن النهارده لما كانش موجود عمرو السولية حسينا ان في فوارق كبيره جدا في الحته دي. صحيح. اليو ديانج مش من اللعيبه اللي بتقدر تعمل الثرو باسز لقدام، مش من اللعيبه اللي بتقدر تكمل وتخش جوه ال 18، مش من اللعيبه اللي بتلعب بدماغها جوه ال 18. ده افتقده النادي الاهلي بعدم وجود النهارده عمرو السولية. فانا بالتالي انا كان من الممكن النهارده انك تحل اللغز ده كله وتلعب ب 4 3 3 او 4 3 2 1، يبقى عندي حمدي فتحي وعندي اليو ديانج في نص ملعب، اثنين قلبي دفاع يعني اقوياء كرتهم مع كويسه، ويلعب من قدامهم مجدي قفشه وعلى يلعب طبيعي معها. يعني يلعب طبيعي ويلعب ويلعب الاثنين بيرسيتا، ويلعب الناحيه الثانيه حمدي عبد القادر. احمد عبد القادر كان ممكن الطريقه دي تبقى الافضل بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. مشكله النادي الاهلي برضو الشوط الاول لما سجلت هدف، زي ما قال كابتن اسامه من شويه، لما سجلت هدف كان هو ده التوقيت المثالي بالنسبه لك انك تقتل الجيم. هو ده التوقيت المثالي. لازم النهارده كانت مباراه من وجهه نظري استغلال للمهارات الفرديه، مش الكره الجماعيه ولا للقوه البدنيه بتاعتك، لان زي ما اتفقنا في حاله من الاجهاد. يبقى كان الطبيعي تستغل المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه اللي عندك، اللي حاسس انه مش قادر وتعبان ما تقدرش تستنى عليه الفتره الطويله دي. التغييرات بقى هتكلم في حته التغييرات يا كابتن. النهارده قفشه يعني بعيد شويه، لازم التغيير يبقى بدري بسرعه. انت بتلاعب فرقه واضح ان هي بتهددك، واضح ان هي ممكن تجيب جول في اي وقت. ما ينفعش ان انت تنتظر بالتغييرات بتاعتك لابعد مسافه ممكنه على امل انك تعود او ترجع في كل ماتش. مش كل مباراه هيجي فيك جول هتقدر تعوض، مش كل ماتش. في اوقات كتيره جدا ممكن يجي فيك هدف ما تقدرش تعوض. مشكله النادي الاهلي الفترات اللي فاتت ان اوقات كتيره
ما يعني ما بنسعاش ان احنا نجيب الجول الثاني، اوقات كتيره ما بنسعاش ان احنا نعزز الهدف بتاعنا. اتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني نستوعب الدرس، لان درس ما ينفعش ان احنا بالاداء ده يعني، او ما ينفعش ان احنا نروح للتعادل بادائنا احنا مش باداء الخصم. يعني انا بشوف النهارده الاهلي هو اللي فرط في المكسب، مش فيوتشر هو اللي فرقه كويسه فرقه جيده، ولكن انت عشان ما كنتش الافضل النهارده في الماتش عشان كده قدرت تعادل معاك. صحيح. عموما نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظروا. كابتن شريف، النتيجه من وجهه نظرك منطقيه؟ سيبك من الكلام اللي احنا بنقول احنا نبقى متخوفين بعد المباراه. احنا لو هنتكلم عن المباراه احنا عارفينها ومتكلمين فيها اول ما دخلنا الاستوديو. وقلنا ان الاهلي بيلعب الاهلي كمان، يعني ده نص فرقه ولاعيبه محترمه جدا بتاعت فيوتشر. بس اتمنى ان هم بقى يعني يلعبوا قدام زي ما يلعبوا قدام الاهلي، يلعبوا قدام الفرق كلها بهذا الشكل. يعني هيبقى لهم كيان تاني ووجود تاني. هم من حقهم، عندهم سرعه وحاله بدنيه كويسه قوي. وبرده علي ماهر قرا الجيم كويس وادى كل اللي عليه من ورا الخطوط. احنا ادينا لهم فرصه كتيره النهارده. في نظريه كان الاهلي النهارده بيحاول ان هو يملى سرعات كتير قوي ويعوض الشكل اللي قال عليه عادل عبد الرحمن، ان هو في اجهاد، في فحب يحط عناصر من الشباب الصغير او اللي عندهم سرعه في الملعب، جت على حساب لعيبه ثانيه موجوده جنبك في الملعب. يعني جت على حساب قفشه، جت على حساب احمد عبد القادر، بقى مطالب خدت بالك انه يلعب في الثلاث خطوط بعد ما كان هو مركز في خط واحد وكان بيقدر يعمل مشاكل كتير قوي لفرقه فيوتشر. محمد شريف دايما عايز السبورت، عايز الدعم، يا اما كرات عرضيه يا اما يبقى في حد جنبه يقدر يعمل له مشاكل مع العمق الدفاعي اللي هو بيبقى بيلعب عليه. فكان الكلام ده عن طريق بيرتيساو. بيرتيساو برضه في نفس الوقت التعامل والضغط عليه من اكتر من اللعيب اللي هم عارفين ان هو دريبلر كويس قوي وشويت وكل حاجه، ده ما اديتوش فرصه دعم اكرم كتير قوي من ناحيه اليمين في الشوط الاولاني، يعني يمكن على فترات، لان الفرقه اللي انت بتلعبها عندها من السرعات وعندها من التنفيذ من الاطراف كمان. جوزيف جوناثان ده عمل لك مشاكل واضحه في اول 45 دقيقه. انت بتلعب فرقه عندها الامكانيات وعندها الشكل، وانت في حاله بتلملم اوراقك في غيابات كتير عندك النهارده برضو. بس انا اعتقد انا كان نفسي، يعني زي ما انت كنت بتسال لسه من شويه، ان احنا يعني انت بتحط علي معلول بره، اذا ممكن علي المرود ده يلعب بعد 5 دقائق ولا لا؟ يعني طبعا ممكن يلعب في الملعب بعد 5 دقائق. طبعا بتحط طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، اللعيبه دي ممكن الاقيها بعد دقيقتين ثلاثه في الملعب لو اي اصابات او اي حاجه. فدام انت حطيت الناس دي معاك بره، فانا دايما بحب اخلص الموضوع بدري وبعد كده ارجع للشكل اللي انت بتتمناه من السرعات والتواجد والشباب وكلام من فهي. بس يعني وجهه نظر بتبقى موجوده لما ما بنكسبش بنفصح عنها، بتطلع احسس عليها واقول لك اصل كوكا ومكسيوني كتير في الهاف تايم الاولاني، انما لو مشيت زي ما مشيت في اول هاف تايم وكسب وكمل بيها وكسبت كده مش في حد فينا هيتكلم خالص. ودي وجهه نظر المدرب، هو اللي معاهم هو اللي شايف. بس اكيد النتيجة. وانت بتتفرج بتشوف ان في حاجه جديده دخلت عليك لم يحالفها التوفيق، او مش زي ما انا كنت متمني مع فرقه زي فيوتشر ان انا يبقى عندي انيابي كلها موجوده في الملعب. ده مباراه كبيره، احنا قلنا احنا انت بتقول لي الرجاء، قلت لك لا، فرقه فيوتشر قد الرجاء مرتين. صح، عندهم جميع الامكانيات وعندهم من اللعيبه، ده عندهم احمد رفعت وكمان عبد الواحد كويس، عمر كمال ومحمد فاروق. محمد فاروق ده خبره كبيره جدا، ماهر عدى في الفرق كلها، وناصر ماهر جاي من عندك، كريم نيتفيت اللي جاب فيه الجول، محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم قاعد عامل حاله. صحيح. في الديفندر بتاع، واحمد عاطف ده عايز يثبت نفسه العيد النهارده بيلعب الاهلي. طبعا بيلعب الاهلي النهارده بالانطلاقات وكورته مش عارف، وهو اللي عمل العرضيه. يمكن احنا قلناها قبل الماتش، قلنا كل حاجه قبل الماتش وكنا متخوفين قبل الماتش بيني وبينك يعني. صحيح. وحاسين ان احنا جايين كمان من مجهود كبير قوي عاملينه في قطر يعني. انما النهارده انك بتتعادل المباراه دي، انا مش زعلان قوي الا ان انا كنت عايز ابقى واخد الثلاث نقاط دول. عايز اعدي النهارده وانا في جيبي الثلاث نقاط دول. انما هارد لك، ودايما احنا لما بناخد بطوله بتطلع لنا حاجات كده بنتعلم منها.
يعني بنشوف حاجات الحمد لله انها بتيجي بدري دلوقتي. يعني احنا لسه برضو قدامنا المباراه لسه بتاعتنا ان شاء الله نثبت ان احنا فارقين باذن بالمواجهات المباشره مع الخصم وان شاء الله بالثلاث نقاط اللي احنا كسبناه باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه خلينا ناخد احصائيات المباراه. نسبه الاستحواذ 61% للنادي الاهلي، 39% للفيوتشر. التمريرات الصحيحه نادي الاهلي 513 من 594. 594 دي نسبه عاليه. الفيوتشر 331 من 401. نسبه التمريرات في الصحيحه النادي الاهلي 86% ولفيوتشر 83%. لو بصينا على التصويب على المرمى ودقه التصويب على المرمى، نادي الاهلي بالظبط كورتين من 12 كوره صوابه على المرمى بين الثلاث خشبات. فيوتشر 2 من 5 كويس، و ده بالنسبة للتصويب على المرمى بس. فهو حتة زي ما بنقول ترجمة الاستحواذ ما كانتش موجودة النهاردة. مظبوط، ما أنا قلت لك هي الفترة اللي النادي الأهلي أربك فيها حسابات علي ماهر وفرقة الفيوتشر هي الربع ساعة أو تلت ساعة الأولى، لأن هو الراجل مستر كوسيماني النهاردة لعب بعدد كبير من العناصر اللي عندها مقومات هجومية بعكس مباريات أخرى الفرق اللي قدامك أقل هجوميا. عشان كده قلت لك هيبقى في خطورة علينا. يعني أنت في الدفاع كان العدد المدافعين اللي مدافعين عندك أقل من مباريات أخرى، المهاجمين في الفرق الأخرى أقل منهم، فعشان كده قلت لك اللعبة هيبقى مفتوح. فأنت بغت فرقة فيوتشر بوجود أحمد عبد القادر ناحية الشمال، مكسوني ناحيه الشمال، ناحيه تانية بيرسي تاو، شريف قفشه في نص الملعب مع ديانج. قلت لك الوحيد اللي عنده مقومات دفاعيه هو ديانج، مع انه اللي ورا كمان ما فيش سيرد باك واضح. فانت لعبت عناصر هجوميه فكانت في ارتباك عند فرقه الفيوتشر بانت قوي في اول ربع ساعه، وفعلا قدرت تجيب جون في اول دقيقتين باختراق حلوة قوي من احمد عبد القادر ويعيبها لتحت وشريف حطها. طب ماشي انا عايز اقول ايه، ان الفتره دي هي الفتره اللي لسه فرقه فيوتشر بتدور وميكسوني بيلعب ايه، هو احمد عبد القادر بيلعب ايه، هو شريف بيجري فين. حصل ارتباك في البدايه، ارتباك لانه في عناصر هم كانوا متصورين انها هتبقى موجوده والطبيعي انها تكون موجوده، وشكل لعبهم واضح. بعد كده انا قلت لك لما رجله هتثبت على الارض والامور هتثبت، لا عندك مشاكل في الاطراف الملعب، عندك مشاكل في بين ثلاثه قلوب الدفاع، عندك مشاكل في وسط الملعب، ان قفشه جاي مجهد شويه طبعا من الماتشات اللي لعبها مع حمدي فتحي وهو اللي موجود وسط مع ديانج، بس هيبقى هيحصل لخبطه شويه في نص الملعب، مفيش عناصر. لا خلينا جنب حته اللخبطه دي. انت بتقول اصلا قفشه مجهد بدنيا شويه الى حد ما، ماشي يعني. ماشي مجهد بدنيا، انا معاك مجهد بدنيا. طب هل لو هو مجهد بدنيا انا احمله اعباء زياده في دور دفاعي في وسط الملعب جنب اليو ديانج؟ ما هو ده اللي انا بقوله لك، ما هو غلط. ما انا بقول لك هي دي اللي انا من وجهه نظري وقعنا فيها، ومع ذلك احنا كسبنا في الشوط الاولاني. مظبوط. وقعنا فيها في ايه؟ ان ميكسوني ظهير ايسر، واضح جدا من تحركاته هو اسما رابع في وسط الملعب ماشي، لكن هو ظهير يعني بيلعب في مكان الظهير، لكنها بتتحول في الدفاع 5-3-2 في وقفات محدده للاعيب يا ايمن في المركز. هو تحس انه واحد محطوط ناحيه الشمال بس مش عارف تمركزه ازاي، مره تلاقيه جوه قوي، مره تلاقيه ناحيه راس الحربه، مره تلاقيه داخل نص الملعب الناحيه الثانيه. المكان بتاعه كتمركز في المكان ده مش مظبوط. ولذلك انت مستر موسيماني نفسه وانت كسبان 1-0 المنطقي والطبيعي انك انت تكون كسبان 1-0، عمرك ما هتقول ان انا طالع كسبان واللعيبه ماشيه يعني. انا اغيره. يبقى هو اذا هو نفسه حس ان في حاجه مش مظبوطه في المكان ده. يعني في حاجه مش مظبوطه في المكان ده اللي احنا قلنا عليها قبل الماتش، خاصه كمان ان خبره احمد نبيل كوكا مش هتقدر يعني انا عايز ايه لما بكون انا صغير انا عايز اللي يشيلني،
انا مش لسه كمان هشيل اخطاء ناس حواليا يعني، يعني فاهم قدامه قفشه مجهد شويه ومش مش ديفندر اساسي بقى ديانج لوحده في نص الملعب فعامله لك مشكله وعنده شماله ميكسوني مش ظهير ايسر اساسي وهو صغير لسه نازل هي دي اربكت شويه وانا قلت لك عشان كده هيبقى في خطوره علينا يعني في هجمات هتبقى كتيره جدا خطيره سواء في الاطراف او في العمق فعملت ارتباك شويه انت استحواذك كان اكتر بوضوح ولكن مفيش الخطوره الكبيره على المرمى على المرمى خاصه كمان انك انت بعد ما فرقه فيوتشر احرزت الهدف رغم انه بدري كان لسه حوالي اكتر من 35 دقيقه ولكن انت استعجلت قوي بقيت تعمل زحمه قوي في ال 18 في فرق عند فرقه فيوتشر لكن مش مش بتستحوذ بهدوء فترات قليله لما كنت بتروح الكره على الجنب وتتنقل مظبوط في الجنب اللي فيه مثلا اكرم وبرستاو وكان بيبقى معاهم شحات الناحيه الثانيه كان عبد القادر شغال كويس رغم ان قلنا ان هو يعني بدنيا قل لكن كان ماشي وعامل خطوره يعني طاهر للاسف النهارده لما نزل ما تحسش بوجوده يعني يعني لغايه لما الماتش عكس الماتش اللي فات طاهر نزل طاهر عايزه نص ساعه يسخن فيها ايوه ما حسيتش بتاثير انه لما نزل ناحيه الشمال عمل حاجه غير الماتش اللي فات بتاع الرجاء المغربي فدي برضو اثرت شويه في الجنب الشمال لكن لحد ما الجنب اليمين بس المشكله ان انت كنت مستعجل قوي انك تجيب الهدف الثاني ما كانش فيه هدوء شويه وهم عملوا كثافه في داخل ال 18 قلت لك ولاعيبه كمان سعد سمير سيرت باك ثالث بقى عدد كبير جوه ال 18 شريف وحسين الشحات وطاهر وزحمه كتير قوي فعشان كده ما تحسش ان في خطوره راحت على المرمى بوضوح يعني ما فيش خطوره برغم الزحمه اللي حضرتك بتقول عليها وكان في زحمه برضه في وسط الملعب انما كان في مساحات موجوده عندنا ما هو انا بقول لك استغلها بعض الشيء فريق فيوتشر ما هو فيوتشر ما انا قلت لك الجزئيه ان قفشه جنب ديانج وميكسوني كان على الطرف الشمال هتعمل لك مشاكل شويه في نص الملعب وعلى الاجناب فهو في فترات استحوذوا وعملوا خطوره منها وكمان حتى بعد ما ميكسوني طلع لانك انت بقيت تهاجم قوي فطلعت حمدي فتحي في نص الملعب وبقيت العدد الكبير بقى جوه ال 18 وسبت نص الملعب شويه يعني سبت نص الملعب عشان كده الهجمه المرتده بتاعتهم كانت بتبقى بتلاقي مثلا احيانا حتى لما عمار حمدي نزل بتلاقي عمار حمدي لوحده في اكتر من موقف عمار ويا دوب يكون راجع له رامي ربيعه فهي الهجمات المرتده بتاعتهم كانت بتمثل خطوره كبيره والحمد لله ان هم ما عرفوش يستغلوها النهارده يعني هم راحوا باكتر من كوره في مساحه فاضيه ما انت خلي بالك يا ايمن انتوا كنتوا مهاجمين معظم الناس اللي هنا الاربعه مهاجمين لما بتلعب على زحمه غير لما بتلعب على مساحه فاضيه يعني احنا الشكل ان احنا عددنا كبير جوه 18 بس في زحمه لكن هم هجماتهم كانوا بيروحوا مثلا اثنين على عمار ثلاثه على عمار ومش عارف رامي ربيع يعني اكتر من واحده راحوا بيها نهوها بس نهوها باستعجال ورعونه يعني حتى احنا قاعدين في مره او مرتين قلنا ده كويس النشاط ده كويس انه راح جوه 18 لوحده خالص ممكن يقف ويحطها بالراحه يروح شايط اي حاجه في ايد الشناوي فده اللي عمل شويه اللي هي الزحمه اللي كنا عاملينها في ال 18 وعدم الاستحواذ على نص الملعب والهدوء شويه في التمرير يعني صحيح لكن في النهايه هي هو تعادل النهارده يعني عايز اقول ايه مستحق للفرقتين يعني ما كانش في وضوح ان الاهلي يكسب وما كانش في وضوح قوي ان فيوتشر يكسب واحنا يعني تعادل النهارده واحنا تقريبا يعني عشان برضو نكون واقعيين كنا متوقعينه بعض الشيء قبل المباراه مظبوط ما احنا قلنا انه من الاحساس الشكل الاولاني كلنا قلنا ببدايه التشكيل ان هيبقى في ثغرات عندنا صحيح في الخط الخلفي وفي وسط الملعب وفي في الاجنب وخاصه الجنب اللي فيه ميكسوني واحمد نبيل كوكا مزبوط. هم لعيبه كويسين بس صحيح. مش متمر يعني مش في الاماكن هم مرتاحين فيها يعني من الاماكن مش مرتاحين فيها والتوقيت برضو ما هو اقول لك بالتوقيت ما هو لعبه وكمان اماكن مش مرتاحين فيها طيب كابتن عادل النادي الاهلي اتحسب له النهارده 7 ركنيات ومقابل الاربعه لفيوتشر
ولكن برضه ما قدرناش نستغل الكورات الثابته او زي ما احنا بنقول ان في تفاصيل صغيره ممكن تكسبك الماتش وانت مش في حالتك الفنيه كويسه. طب بص يا كابتن، اهم نقطه عايز اتكلم فيها لازم نعرف ان احنا عندنا مشكله كبيره قوي في المباراه اللي ما بعد مكسب بطوله. على طول احنا عندنا الموضوع ده. ماتش البنك الاهلي مرتين اتعادلت، وبعدين فيوتشر برضو بعد البطولتين بقى بطوله افريقيا ومش عارف عندك مشكله كبيره صح؟ دي واحد. اتنين، عندك مشكله في تفاوت المستوى ما بين المستوى البدني ما بين الاحتياطي والاساسي. لازم تحط ايدك على دي. في فرق كبير بدني. ليه؟ تفاوت في الدقائق بتبقى كبيره قوي. يعني في لعيب ممكن يكون لعب في الثمان ماتشات حوالي ثمان ماتشات وفي سبعه وفي سته اقل واحد من الاساسيين، واكتر واحد من اللي بيعوضوا بيلعبوا اشواط دقائق. ما هو ده خلي بال حضرتك، لو انت مثبت التيم ده هيبقى وضع طبيعي. لا ده مش وضع طبيعي. لا بالعكس، انت بتجيب واحد، انت بتجيب واحد بعيد عن لحظه بعيد عن العناصر الاساسيه اللي بتبتدي. حلو. فالعناصر الاساسيه اللي بتبتدي بدنيا بتبقى اعلى من اللي ما بيلعبش خالص. جميل معاك. فلازم هتلاقي فروقات بدنيه بين اللي بيلعب اساسي والبديل. ده وضع طبيعي يا كابتن عادل. معاك. انا بحلها. هتحلها ازاي؟ بحلها بدي اوقات كبيره. كابتن عادل، ما هو اللي بينزل ده بينزل برضه ربع ساعه ثلث ساعه. ما انا مش يعني ما لحقش يبقى بدنيا انا بوصف مش جاهز يعني. بص يا بلال، انا دلوقتي بوصف العمليه وبعدين كنت اقول الحل. ماشي. انا وصفت العمليه ان في فرق ما بين اللي بيلعب من سبعه لثمان ماتشات وضع طبيعي واللي ما بيلعبش خالص. طب طيب، في مباريات كتير انا ممكن اديك 45 دقيقه واديك 50 دقيقه وادي لده 40 دقيقه بالاخص انك انت ما فيش فرق ما بين الاساسي والاحتياطي. ايوه. او لو في فرق بيبقى في فرق التجهيز. طيب. بمعنى او فرق فردي او عمار حمدي اديك أيوه. مثال صارخ دلوقتي. عمار حمدي في الثمان مباريات لعب كام دقيقة؟ احسبها. ماشي. حلو؟ عمار حمدي تقريبا ما لعبش حاجة. ما لعبش. يعني طيب. تمام. طيب. هتحتاجه في 10 دقايق، هتحتاجه في 5 دقايق. أيوة. حلو؟ لو كان عمار، أنا بتكلم تدريب. أيوة. بتكلم تدريب وكورة. بس أنت بتتكلم بصفة عامة. أنا ماليش دعوة بالأهل، أنا بكلمك على الفكرة اللي أنت إزاي تعمل كل ما بتكتر 14 15 16 17 لعيب واخدين الدقايق في تفاوت ما بيبقاش فيه مثلا 1000 دقيقه. تفاوت كبير يعني بينهم في 20 دقيقه، لكن ممكن يكون في 500 دقيقه و300 دقيقه. هتبص تلاقي ده لما تحتاجه هتلاقيه عندك مشكله في كده. ايوه. احنا لازم نوصف الامور صح يعني، وانا بقول لك بالارقام دي. واحد. اتنين، الاماكن او البوزيشن بتاع اللاعبين في تغييرات كتير في البوزيشن بيؤدي لعدم انسجام الفردين مع بعض. يعني مثلا لو فاكرين كنا بنقول علي معلول ومين اللي كان بيلعب قدامه دايما؟ ديانج. اسمه رمضان. لا اجاييه. او رمضان. جونيور. كنا بنقول جونيور اجاييه. كنا نقول دي جبهه قويه جدا، متفاهمه، عارفين حافظين بعض كويس. حافظين بعض بالظبط. انت لخبطت الاماكن كتير في الناحيه التكتيكيه بتؤدي الى حته انك انت التفاهم بتاع الحركه يا بلال، ودي حاجه مهمه جدا. انت كنت فرود وعارف احيانا لما كنت اروح عند الوينج اليمين مثلا واجي ارفع، الكابتن ايمن بيبقى عارف ارفع فين لانه شافني وعارفني وشاف ولعب معايا كتير، فبيجري لي في الحته اللي اقدر ان انا ارفع فيها. لكن بعد اللعب عن بعض
والتشكيلات بتبقى عباره عن ايه؟ انا عايز اوصفها توصيف صح، يعني ما بتكلمش على الحاله النهارده، بكلمك على الناحيه التدريبيه، انك انت في احيان كتير قوي بعد لاعب زي مثلا طاهر محمد طاهر، لما بعد فتره طاهر لما جاب الجون كان مضغوط عليه جدا، انت فاهم؟ نزل عمل لك حاجه كويسه، كان يجب طاهر يبدا المباراه دي. دي ناحيه نفسيه. عبد القادر، طب يا كابتن ما انت قلت ما هو ممكن بدنيا ما يكونش جاهز، يعني بدنيا ممكن ما يكونش جاهز انه يبتدي يلعب 90 دقيقه. ايوه بس في مباراه، ما دي النقطه اللي انت بتتكلم فيها. لا انا بكلمك بس على نفسيا حاله واحده، انا بكلمك نفسيا على حاله جايب بطوله وجايب أيوة. بطوله ومعرفش ايه وبيلعب على الفتري عادل، يعني عادل حاله واحده. انا بكلمك على طاهر محمد طاهر، ما كلمتكش على الباقي كله. طاهر كان ياخد ليه؟ لانه راح لحاله ونشوه حلوه قوي، فهيبقى عايز يدي، فانت كان لازم تدي له المباراه من الاول، من البدايه من البدايه. زي ما اديت لمين؟ ل عبد القادر. عبد القادر عمل ايه؟ من افضل اللعيبه النهارده. ما هي دي اسماء كمان بتوقف خطوط. يعني علي معلول ده لما بينزل ملعب وطاهر أيوة واحمد عبد القادر، دي بتوقف خطوط قدامك. ايوه بتعمل حسابها يعني. يعني مثلا هو عايز يمكن يكون عايز يوصلك، لو ما كانش يعني لو كان خد مكانه اقرا طاهر محمد طاهر في البدايه، وما كانش ضيع الوقت بتاع الشوط الاولاني، او اهو كريم فؤاد يا كابتن اسامه بقى له قد ايه؟ بس يا كابتن عادل، كريم فؤاد بقى له قد ايه؟ استنى يا كابتن، طاهر هيلعب فين؟ ايه؟ هيلعب فين؟ لا بتكلم على كريم فؤاد. لا ما هو لحظه بس، انت برضه ابن لذينه يا كابتن، طاهر هيلعب فين؟ ما هو قال لك كان ممكن يبتدي فين؟ مكان مين؟ لا هو قال لك كابتن عادل هيلعب فين يا كابتن؟ لا هو قال، هو قال لا 3-4-3 لعب طاهر. كريم فؤاد بيلعب باك ليفت، بيقول على كريم فؤاد يا كابتن. هو كان هو بيتكلم على طاهر، بس طاهر يبقى طاهر بيرتشاو وشريف. لا هو كان بيتكلم على طاهر ومكسوني، فالكابتن احمد بلال بيقول لك هو كان هيلعب فين؟ ممكن كان طاهر يلعب فين؟ لا لحظه بس اقول لك حاجه، انا فاهمك انا فاهمك. طب بلاش ثانيه، يلعب 40 دقيقه يعني كابتن. بوزيشن ايه؟ بوزيشن بي. لو انت هتقولي بوزيشن ايه، ما هو ده اصله، ده بيسالك سؤال ايه؟ يلعب جنب، على حساب مين؟ يلعب جنب محمد شريف. هو بيسالك على حساب مين؟ يلعب جنب محمد شريف. خليني اكمل بس الفكره بتاعتي، يعني اكمل الفكره بتاعتي. فانا بتكلم على اسباب، بعد كل بطوله انت بتخسر نقاط، منها الاسباب دي بعد المسافات ما بين الاحتياطي والاساسي، ده واحد. اتنين، هتقول لي هتغلب عليها ازاي؟ سهله جدا تتغلب عليها، انك انت تقدر تديني فترات اطول شويه، هتلاقيني اكتر، انت فاهمني؟ في اوقات كتير قوي انا ممكن ادي اللاعب مهمه عندي في الفتره دي عشان الاقيه بعد ماتشين ثلاثه. يمكن انا اتكلمت في اول الاستوديو، قلت ايه؟ قلت في احيانا المدرب بيعمل، عارف يا كابتن ايمن، ودي مهمه يا كابتن ايمن. ايوه بص، يعني الهدفين زي بعض بالظبط، اول دقيقتين في الماتش ده حماس من عبد القادر، بس واقدام منه. بس هو كابتن، انا عايز اقول لك حاجه، هو فردي، هو لعيب كبير، بس هو عنده الحلول الفرديه دي كويس قوي. انا من قيمه اول ماتش لعبد القادر، قلت لك عبد القادر مشروع كبير. صح، عبد القادر مشروع، هو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي دول مشروع كبير، دول مشروع كبير قوي. علشان كده انا بقول ايه؟ انا بقول يعني الكابتن اسامه اتكلم في نقطه عجبتني قوي، اللي هي بتاعت لاعب صغير ما يقدرش ياخد دلوقتي، صح يا كابتن اسامه؟ لا انا مش بقول في المكان ده. ايوه في المكان وفي الطريقه دي. انا فاهم. لا وكمان بيقفل على ناس مش في مكانها، يعني متحمل عبء. ايوه انا العبء بتاعه. ايوه انا فاهم يا كابتن، يعني دلوقتي انا لو كريم فؤاد كان خد، ايوه كريم مكان مكسوري، هذه وجهه نظري، كانت هتبقى اوقع. وفي مشكله، هو لما عدى ورجع للي اسامه عايزه دخل فينا جون من الحته دي. يعني لو حمدي فتحي كان موجود في الحته دي، خليني انا اعتقد الجون هيبقى مع الراجل ده اكتر. كمل اتفضل. صح، فاللي انا عايز اقوله ايه؟ الاسباب دي كلها يا كابتن ايمن
بتأدي ان انت بتخسر نقاط بعد مكسب كل بطولة، فلازم تراعيها. صح. بص يا كابتن، في الوقت اللي انت بتتكلم فيه على في تفاوت ما بين لاعب اساسي ولاعب ده بتبقى بره او بتبقى من المدرب. ليه؟ لانه انا في الوقت اللي بشتغل في مباريات مضغوطة زي المباريات اللي كنا بنلعبها كتير قوي، كان ساعتها المدرب الاحمال بتاعي بيقول لي عادل يلعب 60 دقيقة الماتش ده، وبعدين 40 دقيقة الماتش اللي جاي، وبعدين 80 دقيقة الماتش الثالث، وبعدين ده علم كويس. فانا ما تخلينيش اتجاهل اللاعب اللي ما بيلعبش خالص وعايز 60. استناني هنا بقى، عايز اسالك سؤال. ماشي، مجموعة اللعيبة الدوليين هتنضم لمعسكر المنتخب يوم 1 يناير استعدادا للبطولة الأفريقية. تمام. كويس. المجموعة اللي هنا هتكون منتظرة كأس الرابطة اللي هيتعمل يوم 12. تمام. هيتلعب يوم 12. حلو. في قرعة كمان يومين. حلو. كويس، أو بكرة يعني. فدلوقتي مستر موسيماني مثلا ادى النهارده الفريق 12 يوم راحه. انت دلوقتي بتتكلم عن النواحي البدنيه اللي بين اللعيبه الاساسيين واللعيبه اللي بره. كويس؟ طيب. اتكلم على كاس الرابطه. انا عايز اقول لك على حاجات تانية لحد موسم شاق جدا 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 جدا. كويس؟ فرصه. نتكلم بقى على النادي الاهلي. بتكلم عن النادي الاهلي. عندك لعيبه دوليين مع منتخب مصر هينضموا من 1 يناير لحد ما تخلص البطوله. عندك مشكله حتى الان. ال 12 يوم يا كابتن؟ إيه مستر موسيماني ادى اللعيبه 12 يوم. اللي هم مين؟ اللي متواجدين في النادي الاهلي. اللي فيهم؟ لا، الدوليين هيروحوا يوم واحد خلاص. بعد ايه؟ بعد كام يوم؟ النهارده هياخدوا، من النهارده خلاص هياخدوا 12 يوم. هي بطوله لا، انا بتكلم على الدوليين هياخدوا. الدوليين هياخدوا 4 أيام ويروحوا 3 أيام ورابع يوم هيروحوا المنتخب. تمام. تمام. 12 يوم هياخدوهم وهيرجعوا يوم 10 اللعيبه اللي هي لعيبه النادي. يوم 12 كاس الرابطه الجامعه المجموعه. تمام. اللي هي مش دوليين. تمام. كويس. تكلم على جدول مزدحم جدا 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 للنادي الاهلي. بعد احنا في لحد دلوقتي في مشكله كاس العالم للانديه. لسه لم تحل. كويس. انت عندك لعيبه دوليين في منتخب مصر. حلو. ربنا يوفق المنتخب، مش عارفين هتتحل ازاي الموضوع ده. عندك كاس عالم للانديه وانت هتعتذر عنه ده؟ كويس. لا، مش هتعتذر عنه. هتاخد 12 يوم ازاي اجازه؟ لا، انت هتاخد 12 يوم اجازه عن انت قصدك على كاس الرابطه؟ لا، كاس انديه العالم. لو ده في شهر فبراير. ده في برتين فبراير. ده شهر فبراير. بعد شهر فبراير عندك بقى، ارجع بقى على معمعه الدوري اللي هي كل 3 أيام ماتش، زائد ان انت عندك بطولة افريقيا للاندية. المباريات بتاعتك. كويس. كل ده المفروض هيفضل كده لحد شهر 8 او شهر 9. حلو. هل من الاجدى تصفيات كاس عالم، هل من الاجدى ان في الفترة اللي جاية دي لعيبة النادي الاهلي اللي قاعدين هنا يلعبوا كاس الرابطة؟ يا كابتن، انا قلت لك في مجمل كلامي لازم توسع قاعده لعيبتك لانك هتلعب بطولات متفاوته كتير. ماشي يا كابتن. انت ما بتعملش كده. انت عندك المشكله الكبيره ان احنا مقللين العدد. العدد ما يبقاش عدد كبير الا بالتوازن. يعني معنى ايه؟ انا ممكن يكون عندي 13 لعيب بيشارك 100% وعندي 14 لعيب بيشارك قد ايه؟ 20%. بيشارك 20%. يبقى انا ما عنديش 27 لعيب، انا بيبقى عندي كام يا كابتن شريف؟ 13 لعيب فقط، او 18، لانه ال 20 دول ما بيتحسبوش. 18. فهمني يا كابتن؟ أيوة. ايمن. أيوة. يعني هي يعني يلعب كاس الرابطه. طبعا لازم يلعب. ولازم يعمل اعداد. هو بيدور على السؤال ده. ولازم يعمل اعداد كبير للمجموعه اللي ما بتشتغلش. ايوه. علشان لازم يعرف انه هيخسر لا قدر الله مش اقل من لو راح مع المنتخب 3 4 لعيبه، 7 لعيبه من النادي الاهلي ممكن يخسر له
ثلاثة أربع لعيبة في أول ماتشات لما يرجعوا، على الأقل لازم تريحهم. ما تريحهم إزاي؟ ما هو دي المشكلة بتاعت التعادلات ما بعد كل بطولة أنت بتكسبها دي. عندك المشكلة عدم جاهزية الاحتياطي بقد الأساسي. يشتركوا دي مشكلة. يشترك كأس رابطة. لا لازم يشترك. الطبيعي إنه يشترك في كأس الرابطة. طيب. لانه خلي بالك معظم اللعيبه اللي قاعده ما عليهاش عبء زي لعيبه المنتخب. صحيح. يعني لعيبه المنتخب لسه لعبة كاس العرب وهتروح تلعب امم افريقيا بعد 3 ايام، يعني مش هياخدوا حتى ال 12 يوم اللي اللعيبه واخداها. مظبوط. مفيش مشكله ان ياخدوا 12 يوم، بس اكيد هو حاطط لهم برنامج انه لا ايجابي ايجابي 12 يوم مش هيبقوا سلبيين. اه طبعا هيبقى الاجازه اللي هي في اجازات يا كابتن، في اجازه فيها شغل، يعني فيها ادوات وبتشتغل وفي تليفون وفي انت بتشتغل مع مدرب الاحمال مجموعه. فالطبيعي ان هو يشارك في كاس الرابطه لانها برضو واخده الشبه الرسمي. يعني هتلعب ماتشات كتيره، اللعيبه يبقى في فرصه كمان، اللعيبه زي كريم فؤاد وعمار واللعيبه بتلعب محمود وحيد ورامي ربيع، اللعيبه ما بتلعبش كتير دي، تلعب وعلي لطفي ومصطفى شوبير صحيح. يعني كل المجموعه تلعب وتشارك في ماتشات تعتبر شبه رسميه، يلعب نفس الفرق. ده في لعيب دولي في وسطهم محمد هاني. هاني ما بيلعبش كتير برضه. في التفاول كابتن المشاركه دي مشكله. كابتن اسامه المشاركه دي على حسب برضه البوزيشن بتاع اللعيبه، مش كل اللعيبه بتتغير. يعني مش كل اللعيبه بيجي وقت في الملعب وتغيره. يعني في اماكن التغيير فيها سهل. صحيح. ومتداوم. صح. راس حربه وينج تمام بلاي ميكر بعد مكسب ماشي يا كابتن، انما باك رايت وليفت وباك ليفت واثنين سنتر باكس وواحد ميد فيلدر، اعتقد دي بتبقى صعبه يعني، الا في بعض الحالات لتعديل لتعديل الطريقه. لو متقارب يا بلال، لو متقارب المستوى اقدر. انت النهارده بتدور على سيرد باك وعندك محمد بلال. محمد هاني بيعرف يلعبها وقاعد بره. ما انت محمد هاني وفي بره، انت مخرج بره ياسر. ياسر بره ال 18 وهو كان لعيب اساسي الماتش. بس دي نقدر اساسي يعني لاعب الماتش. ممكن تكون وجهه نظر فنيه. طبعا طبعا دي وجهه نظر يتكلم فيها. هو بتاعته لوحده. بالظبط. هو بتاعته. بس احنا بنتكلم في حته ان اللعيبه دي لما هتشترك في مباريات هتبقى جاهزه بالنسبه له. وهيبقى واخد رؤيه عنهم كمان. عشان كده فرصه فرصه كبيره جدا، فرصه للمجموعه اللي بتلعب. ده اللي بنقول. طيب. بنقرب المستويات. خليني بصفتك مهاجم سابق وهداف كبير، كنا بنتكلم قبل كده على موضوع ندره الهدافين في مصر. هل سبب، انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي دلوقتي تمام، يعني احنا حتى لو بصينا للقائمه النهارده هنلاقي ان شريف مثلا في الملعب ملوش بديل. صحيح. بسبب اصابه حسام حسن. مظبوط. ماشي. مظبوط. طيب ايه السبب؟ هل هي عدم مثلا الاهتمام بقطاع الناشئين، عدم الاهتمام بمدربي قطاعات الناشئين؟ هل المسابقات الناشئين فيش فيها الاهتمام الكافي، او ما كانش زي يعني زمان؟ كان مثلا بالنسبه لجميع الانديه مسابقات الناشئين دي، ويمكن الكابتن شريف لعب فيها وكابتن اسامه عرابي كابتن عادل، كان الجمهور بيجي يتفرج على ناس معينه. مثلا كابتن طاهر، كابتن شريف، الكابتن علاء ميوب، الكابتن اسامه، يعني الناس كانت بتيجي تتفرج. انا برضو بتكلم، انا باخد النادي الاهلي بس انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي بصفه خاصه، انا بتكلم بصفه عامه. من وجهه نظرك ايه السبب في كل اللي قلته ده يا كابتن؟ كل اللي قلته ده يعني ضعف مسابقات الناشئين مثلا برضو. دي نقطه. ماشي. اختيار برضو المدربين، يعني النهارده المدرب النهارده بياخد في الناشئين كام؟ تمام. مش هنتكلم على ارقام، ياخد النهارده كام؟ فبيقول لك لا مش هضرب في الناشئين، انا اشوف ابقى مدرب ثالث، ابقى مدرب رابع، ابقى مدرب ثاني في اي مكان. فبالتالي ما بتلاقيش الكواليتي تمام يعني الجيده جدا اللي هو عايز يبتدي حياته من تحت، لان الفروقات بقت كبيره جدا 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 جدا، وبقت وضع طبيعي يعني. حاجه ثانيه، الشراء المتداوم. الانديه النهارده عايزه تشتري بشكل مستمر الجاهز. يعني هل ممكن النهارده يعتمد على لعيب في قطاع الناشئين؟ لازم يبقى لعيب سوبر ستار قوي وظاهر بشكل فظيع عشان تديله فرصه. عشان تديله فرصه مش عشان تلعبه اساسي. عشان تديله فرصه. ودي برده نقطه، المفترض ان هي برده نقطه صعبه جدا 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 على يعني في الاختيارات النهارده. العيون اللي بتكتشف كمان اللعيبه كابتن ايمن، ودي حاجه مهمه جدا مش بس مدرب. النهارده ما انت ممكن تكون مدرب كويس لكن عينك على اللعيبه وحشه. أي. تمام. أي. العين اللي بتكتشف في قطاع الناشئين برضو دي اعتقد
يعني بقت نادره وبقت صعبه. الناس اللي عندها خبرات كان زمان يقول لك الناس اللي عندها خبرات هتروح تكتشف اللعيبه في بعض الماتشات المهمه في القطاعات، مثلا الشرقيه بتلاعب ما اعرفش مين او مين بيلاعب مين، فبتروح بتشوف اللعيبه وعينك عليها بتختار، وبتختار لعيبه عندها امكانيات وعندها كواليتي عاليه جدا. كل الكلام ده اعتقد في ظل الاحتراف اللي بنمر بيه بقى صعب، ما بقاش موجود، ما بقاش موجود. لا الاسماء الكبيره اللي بتبطل عايزه تدرب النهارده، ما انت عندك اسماء كبيره بتبطل، هل ممكن ينزل يدرب؟ بيبقى الامر صعب جدا عليه عشان يبتدي من صفر. صح. ويبتدي يعني من ياخد مثلا رقم، مش هنتكلم على ارقام، بتبقى صعب عليه. فبالتالي انت اللعيب زمان، يعني انا زمان وكان بيدربني مثلا كابتن مختار مختار، يعني كنت بتفرج عليه، يعني كابتن مختار مختار طبعا، كابتن خالد جدل مثلا طبعا، كابتن شطه طبعا، ماشي، كابتن احمد عبد الباقي، الاسماء اللي مرنتنا كنا احنا بنتفرج عليها ونفسنا في يوم من الايام يبقى كده. مظبوط. هل مثلا هنرجع للزمن ده مره ثانيه ويبقى اللعيبه اللي بتبطل بتنزل تدرب تحت، فيبقى انت كلعيب هو ده يعني اللي انت كنت بتشوفه سوبر ستار زمان، هو ده اللي لما يقول لك نصيحه هتسمع الكلام بتاعه؟ أيوه. هل ممكن؟ أيوه. طب ده قيس على بقلبك في الاهلي، على بقيه الانديه الثانيه بقى الامر يعني الاهلي ممكن يكون الامر جيد يعني. أيوه. في الوقت الحالي انا في لعيبه زمايلنا بتدرب في الوقت الحالي، لعيبه كان ليها اسماء، فاعتقد شريف عبد الفتاح موجود واحمد صديمه، في بعض اللعيبه موجوده لعبت في الفيرست تيم في الاهلي. أيوه. النهارده الاهلي ممكن الامور ابتدت ترجع زي زمان. مزبوط. بشكل كويس. مزبوط. الانديه الثانيه اعتقد الامر صعب جدا 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 جدا. انا بس في نقطه عايز اتكلم فيها في الحته دي كمان يا كابتن ايمن، نقطه مهمه جدا. الاهلي وشريف تحديدا لازم يطور من نفسه في حته الكرات العرضيه. مش هيبقى انت كفرد مش هتشتغل طول عمرك بستايل واحد. أيوه. اللي هو الثرو باس وتروح وتقطع وتتحرك، خلاص انت اخذت اشتغلت على الحته دي السيزون اللي فات وكانت ماشيه بشكل جيد. النهارده السيزون الجديد اختلف ليه؟ لان خلاص الفرق حفظتك، المديرين الفنيين قالوا الطريقه بتاعتك، اللعيبه كمان. أيوه. المدافعين عينيهم بقت بتلعب. أيوه. على الحته دي. أيوه. فالنهارده لازم اغير كمان انا كشريف. أيوه. لازم اغير من الستايل بتاعي شويه. طب انا ممكن اسالك سؤال وبعدين اطلع فاصل، ماشي؟ واجاوب بعد الفاصل ولا لا؟ تجاوب بعد الفاصل. اوكي. او ما تجاوبش. هل دي النقطه دي اللي انت حضرتك بتتكلم فيها مهمه محمد شريف ولا مهمه جهاز فني؟ نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظروا. شفنا كلنا عظمة جمهور النادي الأهلي بعد المباراة. فعلا جمهور عظيم، حاسس بفرقته، حاسس بالضغط اللي واقع عليهم، حاسس بالإجهاد بعد مجهود كبير جدا بذلوه الفترة اللي فاتت، حاسس بلعيبة النادي الأهلي. فطبعا الوضع الطبيعي لو نادي تاني أو جمهور تاني غير جمهور النادي الأهلي هيهاجم لعيبته، انما جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهور حاسس بان اللعيبه ديت مش مقصره، ولكن قد تكون في بعض الامور خارجه عن ارادتهم في اللي حصل النهارده. اجهاد في اجهاد، بعض العناصر اللي غايبه مؤثره، ما نكذبش، لا مؤثره. هم بيحاولوا الفترة اللي فاتت يعملوا اللي عليهم وزيادة، فالجمهور واقف في ظهرهم. الجمهور النادي الأهلي طول عمرنا بنقول عليه على الحلوة والمر، هي مش مرة الحمد لله رب العالمين، ولكن لما بشوفك أنت محتاج دعم ومساندة مني أنا ببقى وراك دايما، ودي عادة جمهور النادي الأهلي العظيم. جمهور النادي الأهلي العظيم هو صاحب السعادة وصاحب أو صانع الفرحة في جميع انتصارات النادي الأهلي، في جميع انتصارات النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي هو صاحب البصمة رقم واحد. كابتن شريف، يعني اللي أقدر أقوله على جمهور النادي الأهلي إن إحنا كأهلوية كلعيبة ننتمي للنادي الأهلي العظيم، أقدر أقول إن كم أنت عظيم يا جمهور النادي الأهلي. كم أنت عظيم يا جمهور النادي الأهلي في كل مكان في العالم. صح. أبلغ رد كان في قطر.
كسبك بطوله لتشجيعه ليك لاخر لحظه في المباراه. ايوه. وهفضل وراك دايما. ايوه. يعني اللي بيتقال ده النهارده في المدرجات يقول اللعيبه هفضل وراكوا دايما. مظبوط. احنا الاهلي. احنا الاهلي بكل ما فينا يعني. ايوه. من لعيبه المؤسسه كلها يعني. هو جمهور الاهلي فرحان، خدت بالك؟ لسه من 3 4 ايام ببطوله. ببطولات عنده خزائن من الفرحه. ايوه. فده الرد الابلغ للجمهور، للناس كلها اللي ممكن تشكك النهارده، خدت بالك، في اداء النادي الاهلي او في اخفاق النادي الاهلي في الفوز. لا لا، بقول لهم احنا عارفين ومقدرين. صحيح. كل الاخفاقات اللي حصلت، كل اللعيبه اللي انت تعورت عندك، كل اللعيبه اللي مش موجوده، احنا عارفين ان في تغيير وتدوير النهارده، عارفين ان في حاله النهارده، احنا فاهمين. جمهور النادي الاهلي بيقول للعيبه والمؤسسه كلها النهارده احنا فاهمين. احنا مقدرين يعني. احنا محظوظين ونعمه من نعم ربنا علينا ان احنا ننتمي للنادي الاهلي، ومحظوظين ونعمه من نعم ربنا علينا ان احنا ورانا جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي. والدنيا كلها بتحب النادي الاهلي كمان يعني. صحيح. لو كنت انت اهلاوي ولا مش اهلاوي بتحب النادي الاهلي. صحيح. بتحب النادي الاهلي في مبادئه، في شكله، في عمله. مظبوط. في كل حاجه بيعملها لجماهيره كمان. والجماهير عارفه كده كويس قوي. والجماهير عارفه ان هي اللاعب الاول. ايوه. الفانيلا الحمراء هي جماهير النادي الاهلي، هي اللاعب الاول. صحيح. يعني ف كنت عايز بس اقول لك على حاجه كمان. اتفضل. كنت انت بتسال بلال فيها هل اللاعب ولا الجهاز الفني؟ الجهاز الفني. هو التطوير في الاداء. انا رحت له. هو التطوير في الاداء في اللاعب. اتفضل يا بلال. لا ولا كابتن ده. لا اتفضل. لا لا والله قول. الاثنين يعني. على ما اعتقد يعني الاثنين مع بعض. هم يعني انا ادي تعليمات للاعب. أيوة. واللاعب لازم يتفرج على نفسه ويطور من نفسه. ومش عيب ان انا اتفرج على الغير. ايوه. واشوفه هو كويس ازاي يعني. مش عيب ان انا اشوف لاعب كويس وبطور من نفسي بنفس الشكل. بس انت عارف يا كابتن، دي انا بشوفها دي مسؤوليه كبيره للاعيب الاول نفسه. لان المدرب ممكن يكون في بدائل عنده، لكن اللاعب هو بس. تمام. اللاعب هو امكانياته وقدراته. يعني النهارده لما يكون عندي واحد زي شريف، هو عنده سرعات وعنده حاجات، عنده حاجات مميزه الحقيقه كتير يعني. تمام. يعني بيعرف يجيب جول، لكن لازم دايما ابقى في حاله تطوير مستمر. يعني مثلا النهارده كام كره عرضيه النهارده لعبها شريف؟ ولا كره عرضيه. ولا كره عرضيه. هو مستني كرات عرضيه. ولا كره عرضيه يا كابتن، ولا كره عرضيه. تمام. كام جول سجله بدماغه الموسم اللي فات والموسم ده؟ هدف واحد سجله بدماغه الموسم اللي فات. مظبوط. انا مش بنتقص. لا لا، انت عايزه يشتغل على. عايز اقول ايه؟ حاجات عنده. ان انت ناقصك الحته دي. ممكن يبقى غريب اكثر تميزا. ما كان هداف الدوري السنه اللي فاتت. بالظبط. ومسجل اهداف كتير. ومسجل اهداف صعبه كتيره جدا. صحيح. ولكن انت هتيجي وقت من الاوقات هتبقى خلاص الديفنس قفل لك الحته دي، قفل لك حته المرور اللي انت بتتحرك فيها، قفل لك المساحه اللي بتجري عليها، عمل الديلي بتاعه وما ادكش فرصه انك تستغل السرعات بتاعتك، فبالتالي لازم يبقى عندي حلول ثانيه. الحلول الثانيه في الكرات العرضيه، وده ما يميز انت كنت لعيب كبير طبعا والكابتن. شايف. انا عايز اقول لك حاجه يا بلال. زمان انا لما كنت بلعب كان عندنا مساحه الفرجه صغيره، بس كنا بنجيب فيديوهات بتاعه الماتشات بتاعه الارجنتين وهولندا. وكل واحد فينا كان بيتاثر بناس معينه، فكنت دايما اقعد اتفرج اقول ليه الناس دي احسن مننا. هو الناس دي بتعمل ايه بالظبط؟ كنت بشوف الجناح بيرجع يدافع، بيستلم، بيخش، مش لازم على طول الجناح ده بيلعب على الخط بس، لا بيخش لجوه شويه، بيستنى الكرات العرضيه اللي جايه من الناحيه الثانيه، بيعمل سويتشات. فكنا بنقلد. انا واحد من الناس كنت بشوف اعظم ما كانوا بيلعبوا في الكوره في العالم زي كرويف وزي لعيبه كتير في الارجنتين. أيوه. وكده، وكنت بقلد المهام اللي هم بيعملوها على حسب امكانيات. خلينا كابتن اقول لك حاجه في الناحيه النواحي التكتيكيه. انا ممكن اتفرج واحاول اقلد، ممكن اتفرج واحاول اطبق على حسب امكانياتك. ماشي. صح. ما انا بتكلم على نوعيه لعيبه في النادي الاهلي. ولكن في حاجات معينه انا محتاج عليها تدريب في الملعب. ما هو فدور الجهاز الفني ايمن اساسي معايا. ايمن دلوقتي اللي انت بتقوله دلوقتي واللي قاله كابتن شريف واللي قاله عادل وقاله كابتن بلال كلهم هي مشتركه. اللعيب لازم يشتغل على نفسه ويشوف اخطائه ايه، ويحاول يشوف ايه الحاجه اللي يقدر يضيفها لنفسه
والمدير الفني انا بلعب كل 72 ساعه ماتش لا مش ضروري لا الوقت يعني ده ممكن عندي وقت تاني عندي فرص للتجارب والتغيير والتطوير انت كل 72 ساعه بس بس بس, بس مش ضروري يعني انا اقصد برضو المدير الفني ماشي مفيش وقت مفيش حاجه اسمها تدريب في حاجه اسمها فيديو والانسجام في واللعيب اللي بيتصدر لك جديد المدير الفني احيانا بيعالج بعض الحاجات اللي عايز سواء اخطاء في وقفات سواء تحركات زي ما بلال بيقول للمهاجم اللي هو توفيق الناس اللي جنبك من غير جري اللي هو يعني اللي هو بالوقفه يعني من غير جري بس انا اقول لك حاجه يا كابتن ايمن مهمه انت قلت لي كابتن بلال والسؤال والكابتن بلال جاوب وقال لك اللاعب وانا معاه اللاعب 100% بس في نقطه مهمه اي اتفضل المدرب كمان لازم بيسحب الثقه من اللاعب الفيرود بالذات وبيديله الثقه بمعنى احيانا بستحملك كتير قوي كفرود عشان عارف جواك كتير زي مانويل جوزيه مستحمل فلافيو ايوه قعد فتره طويله فلافيو ما يجيبش جوان موسم استحمله جاب جون واحد أيوة لكن محل. قال لك في حاجه في وفي مدرب اخر بيسحب منك الثقه انت فاهمني أيوة. بمعنى ان أيوة. ممكن لما يلاقيك مش وحش وانت هداف اصلا وما جبتش جون ولا اتنين ممكن يقول لك كلمه لازم يعني كلمه تضايقك كاعلاميه او كلمه تضايقك اللي هي اللي عايز اقول لك بينك وبيني وبينه وممكن اركب بلغه الكوره عليك لاعب اخر انا عايزه يبقى افضل منك فهي الاثنين مع بعض برضه لو في حاجه ثانيه معلش اخر حاجه اتفضل يا كابتن حاله اللعيبه اللي حواليك زي النهارده اول دقيقتين احمد عبد القادر عدى من واحد واثنين وثلاثه وعمل لك كوره كل اللي عليك انك انت استخدمت الحرفه اللي انت بتلعبها لغه الهداف بقى لازم اللي حواليك كمان يبقوا في حاله كونديشن لو هم كويسين وانت ما عملتش حاجه يبقى لعيب فيك انت انما لو هم كلهم كويسين وانت لعيب كويس اعتقد انك هتبقى كويس طول المباراه طيب كابتن بلال خلينا اكلمك على نهايه الموسم الماضي عانينا في بعض المباريات في النواحي الدفاعيه فكنا بنساب الاهداف اثرت علينا بعض الشيء في بعض المباريات بعد مضي 7 مباريات هذا الموسم استقبل النادي الاهلي 7 اهداف بمعدل هدف في كل مباراه لمعالجه النقطه ديت اللي هي سلبيه نقطه سلبيه عادي ممكن تحصل تعامل معاها ازاي مستر مسلم شوف يا كابتن قبل الماتش انا قلت كلمه قلت ان عشان تكسب لازم الاول تدافع كويس ودي طبيعه كره القدم يعني اللعب بتاع قلنا اللعب بتاع البرازيل بتاع ايام زمان هيجي فيها 3 ويجيب 4 ده اتلغى من كره القدم خلاص النهارده عشان تدافع كويس هي منظومه دفاعيه خد بالك مش تكتلات دفاعيه ما النهارده الاهلي بيلعب فرقه كتيره جدا بيلعب مثلا ب5-4-1 ومع ذلك الاهلي بيقدر يسجل اهداف وبيطلع كسبان الماتش 2-3-4 هو التنظيم الدفاعي الوقفات دي شغله المدير الفني ازاي يشتغل مع اللعيبه بتاعته على ان ما يديش مساحه للفرقه الثانيه تشتغل كاونتر اتاك دايما يبقى ضاغط الكره بمكان ما بتتقطع لازم اعمل البريس على طول اعمل الضغط على مكان ما الكره بتتقطع زي بالظبط طريقه اللعب بتاع مانشستر سيتي بالظبط انا الكره بتتقطع فين انا بضغط مكان الكره بتتقطع ما اديش فرصه وما اديش مساحه للعيبه ان هي تعمل عليها هجمات مرتده سريعه زي ما حصل النهارده كان ممكن الماتش الاهلي يخرج خسران في بعض الاوقات لكن انت بتروح في وقت من الاوقات يعني 2-1 او 3-2 زي ما كابتن اسامه كان بيتكلم في النقطه دي قال ان في وقت كان لعيبه فيوتشر لو كان في اصرار وتصميم كان ممكن يسجل هدف لكن خوفه برده من النادي الاهلي تمام وقلقه خلى برده الكره تتقطع او تنتهي الهجمات بالشكل ده ومع ذلك انت في الناحيه الهجوميه برده يعني تيجي تقلب الايه شويه انت وانت بتهاجم في نفس التوقيت انت مش منظم هجوميا انت خد بالك يا كابتن عشان تبقى منظم دفاعيا برضو لازم تبقى منظم هجوميا لازم تكون بتهاجم بشكل كويس ما فيهوش عشوائيه لازم يبقى ليك تارجت بتشتغل عليه لازم يبقى التكتيك اللي بتشتغل عليه هجوميا يبقى واضح للجميع حتى للعيبه في الملعب خاصه في الدقيقه الاخيره هو مشكله الانديه الكبيره بتبقى دايما في اخر 10 دقائق في اخر تلت ساعه وهو كسبان تمام وهو متعادل تمام انا النهارده متعادل مع فيوتشر ببتدي افتح الجيم خطوطي بتتفتح في مساحات الفرق الخصم ممكن لو عنده سرعات ممكن يقدر يسجل اهداف لانه هيستغل المساحات اللي موجوده عندك فانت لازم الناس مش عايزه السنه دي
يكون سيناريو زي السنه اللي فاتت. طبعا ده طبيعي يا كابتن. انت مشكله القلق هنا بس يعني كابتن، احنا مشكله القلق بس المشكله يعني. كلها ان انت النهارده بقيت يا كابتن تسجل هدف وتستنى ترجع تدافع فيجي فيك هدف تاني. انت الطريقه دي من اللعب انت كنادي اهلي مش واخد عليها، انك انت تسجل هدف وتتراجع فتدي فرصه للفرقه الثانيه ان هي تضغط، تبتدي تضغط عليك، انت واخد انك تستحوذ، انت اللي تضغط، انت اللي تبادر بالهجمات، صح. انت دايما تكون حاطط الخصم في نص ملعبه، انت طبعا ليك الافضليه، انت اللي جبت ثلاث اهداف مع المنافس في 45 دقيقه. الناس عايزه ده بس كابتن. انت مباراه الزمالك انت عملت ايه؟ انت سجلت هدف، سجلت الهدف الثاني، ثلاث اهداف، سجلت الهدف الثالث، عشان كده فضلت راكب الجيم حتى لما الزمالك ابتدوا يرجعوا خلاص ما قدرش يرجع للماتش، عالجته بالرابع. برضه من الحاجات اللي بتخلي احيانا يجي فيك اهداف النادي الاهلي مش متعود عليها، ما عندكش انت فلسفه انك انت تدافع وقت شويه وانت كسبان. يعني انا بساعات احيانا ببقى كسبان 1-0 ممكن اطلع بالمباراه كده، لازم يبقى في تركيز شويه وصلابه في الدفاع اكتر من كده. انت تملي عايز تاخد المبادره انك انت تهاجم على طول وتجيب الهدف، ماشي دي حاجه كويسه انك انت النادي الاهلي والنادي الكبير مفروض تكسب، ولكن في اوقات لابد انك تعيد تنظيم الخطوط الخلفيه، حاله ارتكاز، عشان ما يجيش فيك اهداف. يعني زي مثلا ماتش الزمالك كان الماتش خلص 3-0 مره وبعدين 4-1 وبتاع بتيجي بيك جوات. النهارده في اوقات في المباراه ممكن جدا التمركز الدفاعي يبقى مظبوط عن كده، ولكنك انت مصمم انك تجيب الجول الثاني رغم ان في مشاكل شويه في نص الملعب انت شايفها وفي مشاكل في الخط الخلفي. فاحيانا الفلسفه دي انك انت امتى تدافع دي برده بتاثر شويه. الحاجه الثانيه تغيير شويه الثلاثه اللي هم في قلب الدفاع. بص يا كابتن اسامه، خلينا ناخد لقطه كده من لقطات الماتش ده. كان النادي الاهلي تمركز واحد كسبان 1-0. دي الهدف، دي الهدف كويس، دي الهدف، وده الهدف اللي جه فينا. خلينا نبص على التنظيم الدفاعي للنادي الاهلي او التمركز لعيب النادي الاهلي في خط الدفاع. لا هتهلنا من الاول، هتهلنا من الاول ثانيه بس. كمان نسبة، احنا دلوقتي انت دلوقتي انت طالع دفاع متقدم خلاص ويس. انت طالع دفاع متقدم في مساحه حوالي مثلا قبل ال 18 حوالي 15 20 يارده ثاني، وال 18 يعني في حوالي 40 يارده وراك كويس لغايه الشناوي كويس. انت بص رامي وبدر وكان معلول اعتقد دوت او كان لسه احمد نبيل كوكا، والناحيه الثانيه كان اكرم توفيق. بص اكرم توفيق تمركزه غلط، ايوه لازم يكون لتحت شويه وعلى خط رامي وبدر والمجموعه الثانيه. ليه؟ لان لو هو كان على الخط ده والمسافه القريبه بينه وبين احمد عاطف واترمت الكره كان اكرم توفيق لحقه. لكن اكرم توفيق بص متقدم وسايب المساحه اللي هي في ظهر رامي ابعد. هو لو كان اقرب كان ما كانش رامي لف كده، بس طبعا رامي كان ممكن يبقى اهدى من كده وهو داخل ويخليه لبره، ما يخلوش يرقصه لجوه كده. يعني برده رامي اخطا، وطبعا هنا النقطه دي من اخطر الاماكن اللي هو جاب منها نيدفيد اللي هي بره السته يارده. دي تملي لازم وسط الملعب المدافعين، عشان كده قلت لك الوحيد اللي موجود ديانج، لازم يبقى في عدد في الحته دي عشان الكور اللي بتتلعب للخلف. فدي نقطة مهمة جدا في الوقفة الأول، ثم لما رامي ترقص الحتة اللي أعتقد مش عارف مين اللي اشترك مع كريم نيدفيد متزحلق بس جاي متأخر، كان كريم نيدفيد جاي بوشه يستقبل الكورة بسهولة أكتر منه يعني. مظبوط. فأحيانا الوقفات ما بتبقاش مظبوطة، برضو كتر التغيير في المكان دوت عندنا شوية ما بين ثلاثة أحيانا وبعدين ما بين أربعة، اتنين بس في القلب الدفاع ومرة ثلاثة ومرة اتنين أثناء الماتش، دي بتعمل خلل شوية في الاختراق من العمق علينا. انت معلش يا كابتن أيمن ممكن تجيب الجول تاني مرة تانية؟ نجيب الجول مرة تانية بعد إذنكم، ممكن نجيب الجول مرة تانية سريعا بس أقل من نص دقيقة. ماشي نسبة يا كابتن بلال. بعد إذنك يا كابتن. بص يا كابتن المسافة قد إيه؟ المسافة يعني أولا انت كره على دايره نص ملعب 25 يارده، مفيش ضغط تمام. المفترض لو انت في حاجه زي كده ما يبقاش المساحه اللي ما بين الجول وما بين السنتر باكس
مساحه كبيره في الحته دي. دي دي مساحه ثرو باس يا كابتن، مش مساحه كره كمان طويله. لا عايزك كمان مساحه ثرو باس. تبص كابتن ندفت فين وحمدي انا بقول لك المساحه دي مساحه تعمل فيها ثرو باس، مش بس كره طويله وعاليه. يعني الطبيعي يا تضغط انت ما تديش فرصه انه يلعب الكره دي، يا اما تتراجع انت كخط دفاع وتخلي المسافه اللي ما بينك وما بين الشناوي مسافه صغيره عشان تدي فرصه للشناوي لو كره طويله. انما انت النهارده اولا ما ضغطتش، ما عملتش الضغط، سبت اللعيب يلعب باريحيه، وفي نفس الوقت انت بتلعب دفاع متقدم. وانت كمان عارف ان ايه، عارف ان الفرود اللي بيلعب عليك فرود عنده سرعات، وعارف ان الثلاثه اللي في القدام ثلاثه عندهم سرعات. في اللحظه دي كمان كان حمدي فتحي، احنا مش عشان قلت لك عشان دي نقطه برده مهمه، احيانا بتلعب ثلاثه في العمق وبعدين احيانا بتلعب اثنين. فيش اتجاه الكره دي كنا بنلعب، كانوا اثنين بس في العمق وحمدي كان قدام، ولذلك حمدي هو اللي حاول يلحق كريم ندفيد بس كان جاي متاخر. دي كان المفروض تبقى ده درس من الدروس المستفاده طبعا لمباراه اليوم. خلينا نتكلم بقى بمناسبه ان احنا يعني سنه جديده ان شاء الله هتحل علينا كمان اربع خمس ايام، نتكلم على انجازات النادي الاهلي خلال هذا الموسم. من حقنا نفتخر بما قدمه لاعبو النادي الاهلي وجهازهم الفني هذا الموسم. كابتن شريف، البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي هذا الموسم، هنتكلم على انجاز عالمي اللي هو انجاز المركز الثالث في مونديال الانديه 11 فبراير 2021. السوبر الافريقي اللي هو كان بتاع 2020 اتعمل 28 مايو 21. سوبر افريقي بتاع السنه دي بقى سنه 21 22/12/21 اللي هو من اربع ايام. عندك افريقيا دوري ابطال افريقيا يوم 17 يوليو 2021. دي العشرة. دي العشرة. طيب يعني عشان كده احنا في اول الاستوديو هنا اتكلمنا على الانجازات دي، انك انت بتخرج من بطوله لبطوله 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 والاشتراكات اللي انت فيها دايما في محافل دوليه، وقلنا ان احنا بننافس اعتى الفرق في العالم زي ريال مدريد دلوقتي هو 26 بطوله صحيح. واحنا 24 بطوله، وده مبدا مؤسسه النادي الاهلي كلها اللي هي البطولات بطولات بطولات لجماهيره. عشان كده الشكل الجماهير النهارده اللي هي بتشجع دي مش من فراغ يعني. ايوه انت راجل يعني مؤسسه مشبعاك وبتعمل ما زالت على فتح مجالات استثمارات كبيره جدا. النادي الاهلي الشكل التسويقي بتاعه في لما تيجي تتكلم النهارده من 4 ل 5 مليار عشان تقعد تتكلم مع النادي الاهلي دلوقتي في الفتره الجايه دلوقتي، وتقدر تعمل الفتوحات اللي هي النادي الاهلي هيبقى عنده فتوحات في كل حته، وعنده فتوحات في كل حته، عنده في جميع مصر دلوقتي كلها وجود النادي الاهلي. نادي الاهلي صعيد، نادي الاهلي الساحل، نادي الاهلي شمال سيناء، نادي الاهلي كل ده في النادي الاهلي. فالناس بتشتغل على اسم النادي الاهلي العظيم ده ان هو بقى موجود. سيبك من مباراه النهارده دي، النهارده ان احنا بنكسب، مفيش فرق في العالم بتكسب ماتشات كلها على طول يعني بزبط. اقوى الفرق مانشستر سيتي في اول الدوري اتغلب، بيتغلب من فرق ال 12 وال 13. احنا على فكره بنسبه الارقام يعني حتى اجمالي مباريات الاهلي في 2021 60 مباراه، فوز 39 مباراه، خساره 4 مباريات، تعادل 17 مباراه، احرز النادي الاهلي 120 هدف، اهتزت شباكه 46 مره. 46 مره ده طبيعي جدا في ان البطل كمان في الشكل التدوير اللي هو بيلعب على محافل البطولات دي كلها. يعني انت بيقع منك لعيبه، بتروح منك لعيبه للمنتخبات. عماد الشكل الفريق القومي هو 8 لاعبين، 8 لاعبين للنادي الاهلي، 8 لاعبين اساسيين بيلعبوا صح، يعني مش قاعدين على الدكه بره مثلا او احتياطي متميز، لا الحقيقه الثمانيه بيبقوا لما بيكونوا في الحاله البدنيه السريعه بتاعتهم بيبقوا قاعدين في المراكز الاولى. و مش هنفضل نتكلم عن النادي الاهلي صح، النادي الاهلي نفسه تاريخه وبطولاته وكل الشكل اللي احنا عايشين فيه ده بيتكلم عن الطبيعي، الشكل الطبيعي. فمش مش شكل مباراه النهارده، احنا شفت احنا النهارده بنتعادل مباراه عاملين ازاي في نفسنا يعني قاعدين نتكلم، قاعدين نصلح، قاعدين نقول مش متعودين، عندنا حاله بناء كبيره جدا على بطولات كبيره جدا جايه لسه كمان. يعني انت لسه عندك
باذن الله يكون ليك شكل كبير. الناس بتطالبك تاخد كاس عالم للانديه من تشيلسي يعني، فشوفوا الطموحات قد كده وشوف انت وديت الناس لغايه فين. صحيح. هو ده النادي الاهلي. كابتن اسامه، كابتن شريف اتكلم عن طموح، وزي ما حضرتك شايف تعتبر البطولات اللي جابها النادي الاهلي يعتبر موسم ناجح. طبعا اكيد موسم ناجح وما زال القادم ان شاء الله افضل. انت واخد بطوله افريقيا، واخد السوبر، واخد يعني ثلاث ارباع البطولات تقريبا، 75% من البطولات اللي انت دخلت فيها، فيعتبر موسم ناجح. و 60 ماتش انت كسبان فيهم 39، متعادل خسران 4 متعادل 17، يمكن بس هي نسبه التعادل دي اللي عاليه شويه بالنسبه لنا. والنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، اهداف كويس، 120 هدف في 60 مباراه، يعني هدفين في كل مباراه، ده رقم كبير. وفي بعض المباريات اللي هي فيها تعادل فيها فوز بركلات ترجيح. هي بس النقطه الوحيده اللي هي اهتزت شباكه 46 من 60 مباراه، دي شويه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. أيوة. دي بس النسبه ان شاء الله تتعدل. أيوة. هتبقى الامور انجح بكتير، لكن هو موسم ناجح بكل المقاييس. صحيح. ولازم اي فرقه يحصل ليها بعض الاخفاقات وبعض الامور السلبيه، لكن في النهايه النادي الاهلي هو اللي بيتوج، وهو اللي بيعتلي المنصات يعني في. مظبوط. نتمنى بس هي البطوله ان شاء الله، بطوله العالم لو اتلعبت باذن الله تتلعب، يعني ان النادي الاهلي بقى يحطم ان شاء الله جزئيه الثالث دي، حتى لو طبعا نتمنى ناخد البطوله نفسها رغم الظروف اللي احنا فيها دي. طبعا، لكن على الاقل ان شاء الله نكون في النهائي ان شاء الله باذن الله. يعني صحيح كابتن عادل، في عجاله. نعم. النادي الاهلي ناجح. النادي الاهلي اكيد طبعا، يعني ال 39 مباراه مكسب، وال 17 تعادل وال 4 خساره، يعني انت اي تيم كبير على الاقل ليه في اي دوريات في العالم على الاقل بيبقى بيوصل لحوالي خساره حوالي 12-13%. لو لعبت 100 مباراه في السنه بتخسر لك، الفرق الكبيره بتخسر لك حوالي 12 مباراه او 13 مباراه، ما بين ال 10 لل 15 في فرق كتير قوي. انت عملت نسبه كويسه انك انت اشتغلت في 4 خسارة بس، لكن هو التعادل اللي كان كتير، والتعادل ده لو انت حسبته معظمه بعض البطولات اللي انت بتاخدها بيبقى في استرخاء شويه. ايوه. وفيها خسارات بنالتيات وحاجات كده يعني. ولكن يعني الواحد بيبقى سعيد جدا لما بتطلع من بطوله لبطوله، وهكذا الانديه الكبيره. صحيح. وبعدين خلي بالك انت بنتكلم على الفوز بنقول خلاص النادي الاهلي فاز، لكن النادي الاهلي بيدخل دخل كبير قوي في الفوز ده، يعني كاس العالم للانديه بيبقى فيه دخل، بطوله افريقيا بيبقى فيه دخل كبير، السوبر الافريقي بيبقى فيه دخل كتير. عشان كده بقول لك انا سعيد جدا بالارقام ديت، والنادي الاهلي عمل موسم ناجح، ولكن نحذر ان شاء الله الموسم ده يبقى من ضمن تتويجاتنا الدوري، وده باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، يمكن البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي خصوصا البطولات القاريه قربت النادي الاهلي قوي، وبقى الفرق بينه وبين ريال مدريد العالمي في الاكثر استحواذا على البطولات القاريه لقبين فقط. صح مظبوط. الاهلي صاحب السعاده يعني صاحب الانجازات، واذا كنا بننتقد احنا ممكن ننتقد مباراه او ننتقد حاله اثناء مباراه، لكن احنا بنبقى طبعا سعداء وفخورين ان احنا بننتمي للنادي الاهلي. ودايما يعني عارف لما بتلاقي الارقام قدامك كده يعني بتحس فعلا بالفخر، يعني انت النهارده يعني اسم النادي الاهلي النهارده ده رقم 2 عالميا. الموضوع كبير جدا على فكره، مش موضوع قليل. يعني لما تبقى انت النهارده عندك بينك وبين ريال مدريد اللي هو الصح الاكثر تتويجا في العالم بطولتين، وان شاء الله الاهلي باذن الله تعالى ان شاء الله يعني شاء الله. بالمستوى ده يعني مؤهل بشكل كبير للحصول على بطوله افريقيا، وبالتالي هيبقى مؤهل ان شاء الله بشكل كبير للحصول على السوبر الافريقي. فانا بشوف ان السنه دي ممكن باذن الله تعالى تنتهي لصالح النادي الاهلي، ويكون الاكثر تتويجا على مستوى العالم باذن الله تعالى ان شاء الله يعني. باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، هو الحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
تحياتي لكابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. نور يا كابتن. الله يخليك كابتن. كابتن ايمن، مباراه صعبه، يعني خلينا نتكلم كتحكيم، هي مباراه تحكيميه صعبه. كان طاقم التحكيم مكون من محمد الحنفي كان حكم الميدان، وكان معاه مساعد رقم واحد احمد حسام طه، مساعد رقم اثنين كان محمود ابو الرجال، الحكم الرابع كان هشام الفلال، وكان على تقنيه الفار الحكم الدولي محمود عاشور ومعاه محمود ناجي. بدايه بس نبارك للحكم المساعد محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، محمود عاشور، محمود البنا، امين عمر، الخمسه ان شاء الله رايحين بطوله الامم الافريقيه، بنقول لهم مبروك وبالتوفيق ان شاء الله في الامم الافريقيه. حاله مهمه جدا، البعض كابتن اسامه قال ان دي فرصه محققه وكان يجب طرد محمد الشناوي في هذه الحاله. من خلال قناه النادي الاهلي دايما احنا بنجيب الكلام بالقانون، كنت حابب جدا اجيب الحاله ديت في الاول خالص ونشوفها ونشوف فيها معايير الفرصه المحققه، هل هي فرصه محققه او هجمه واعده. كابتن عادل، القانون والماده 12 عندنا اربع اعتبارات يا كابتن بلال اللي موجوده هنا، بنقول ايه هي؟ اول اعتبار المسافه بين المخالفه والمرمى. الاعتبار الثاني الاتجاه العام للعب، الاتجاه العام للعب يعني الاتجاه اللي رايح ليه متجه ليه المرمى. الاعتبار الثالث احتماليه الاحتفاظ بالكره او السيطره عليها. اخر حاجه موقف وعدد اللاعبين المدافعين. لو اي اعتبار كابتن بلال كابتن اسامه من الاربعه مش موجود في اللعبه بتبقى الفرصه المحققه مش موجوده وبالتالي بتبقى هجمه واعده. فرق كبير جدا جدا ما بين الفرصه المحققه والهجمه الواعده. أنا عندي في الحالة بتاعتي نشوفها الأول حالة محمد الشناوي ونشوف هذه الحالة هل هي هجمة واعدة ولا فرصة محققة. نشوف هنا اللاعب فيشر نجح في لعب الكرة وعدى، وهنا في اعتراض شديد جدا جدا من المدرب على الحالة، عشان كده بقول إيه البعض اللي يفتح القانون ويشوف ويبقى عارف الاعتبارات إيه هي. نرجع نروح للعبة تاني ونشوف هنا في اعتراض طبعا، وكان يجب على الاقل هنا الحكم كان على الاقل يعني على الاقل حتى يعني يحذر المدير الفني لفيوتشر. نروح للصوره الاولانيه اللي هنا هتبين قوي اللعبه. معلش ترجع لي بالصوره الاولانيه، لا بلاش من هنا، ايوه تمام كده. نشوف هنا اللعبه حطت ناحيه الشمال، ستوب، ارجع تاني، نرجع تاني لحظة ارتكاب المخالفة، لحظة ارتكاب مخالفة هنقف، لحظة ارتكاب مخالفة هنقف. بس كابتن هنا احنا قلنا اربع اعتبارات، لو اعتبار مش موجود يبقى هنا مش فرصة محققة تبقى هجمة واحدة. طب ايه الاعتبار اللي مش موجود هنا يا كابتن احمد؟ الاتجاه العام. لاعب هنا رايح فين بالكرة؟ لبره. فاذا هنا طالما اعتبار واحد بس مش موجود في الحالة دي بتبقى هجمه واعده، وبالتالي هنا قرار الحكم كان قرار صحيح باشهار البطاقه الصفراء لهذه للاعب الشناوي وليس البطاقه الحمراء. زي ما قلنا القانون دايما بيريح الدنيا، يا ريت الناس تشوف القانون يا كابتن ايمن خاصه في هذه الحاله. نروح للحاله اللي بعد كده سريعا، نشوف هنا محمود ابو الرجال اخر القرار شويه، وبعدين الراجل بعد ما اخر القرار نشوف لحظه التمرير، حاله من الحالات المهمه جدا والصعبه جدا جدا جدا. هو هنا احتفظ بالقرار لحد انتهاء اللعبه كابتن ايمن، وبالتالي هنا لما ردت اشار على التسلل وبشيد به محمود ابو الرجال، رغم لعبه صعبه جدا 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 في هذه الحاله. الحاله بعد كده احمد حسام طه مساعد متميز هو وابو الرجال، نفس الشيء ساب اللعب يتواصل وبعد كده رجع اشار على التسلل، نشوف هل في تسلل ولا مفيش تسلل من الزاويه اللي جايه. لحظه التمرير يا كابتن هنا، ايوه تمام تمام، لاعب النادي الاهلي متقدم بخطوه وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح للاعب. الحاله اللي بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا جدا والحنفي قريب. انا عندي هنا خطأين يا كابتن، بقول لك الحنفي انا عندي خطأين. الخطا الاول هنا نشوف هنا القدم كريم نيدفيد رايحه فين يا كابتن بلال؟ في رجله، في الانكل، مش هقول كارت احمر ولكن هذه الحاله على الاقل على الاقل حاله فيها بطاقه صفر. صح. طيب ما ادتش بطاقه صفر، نمر صفر على المخالفه الحنفي، وبعدين عمل ايه كريم؟ عمل ايه؟ خلاص نمشي
خد الكرة وطبعا مش عاجبه القرار وراح شايط الكرة بعد صفار. يعني على الاقل حنفي يمدش انذار في الاولانيه اديله انذار في الثانيه. يلا نمر بعد كده نروح للحاله اللي جايه نشوف نفس الشيء. لاعب يرتكب مخالفه هنا كابتن مع حمدي فتحي تمام، هو ادى تحت فرصه، يا كابتن من فضلك ما تديش تحت فرصه في منطقه المدافعين لان الافضل تديله مخالفه افضل لان هي راحت اكرم توفيق. نفس الشيء ارتكب معاه مخالفه ثانيه. نروح للمخالفه الثانيه ونشوف، هنلاقي نفس اللاعب بيرتكب مخالفه مع اكرم توفيق، على الاقل كان يجب انذار هذا اللاعب. ادي واحده وبعدين هنا اكرم توفيق بيستلم راح داخل ثاني هنا، يعني عاوز اقول اصرار هنا على ارتكاب المخالفه، كان يجب اشهار بطاقه صفراء للاعب فيوتشر. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات يعني صعبه جدا جدا جدا. تعال هات لي الحكم فين لو سمحت. هات لي الحكم. من اول صب. الحنفي مش موجود. انا بس هشرح ونقتنع مع بعض باللعب او ما نقتنعش. هنا طالما الحكم مش موجود يا كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن شريف، التفاصيل مش موجوده اطلاقا عندك. اوعى تقول لي ان هنا في تفاصيل موجوده عند الحكم يقدر يعني يحدد كان في مخالفه او ما فيش. نشوف. الحكم بعيد. وسمح باستمرار اللعب. ستوب. هنا اكرم توفيق ما اداش انطباع حتى للحكم كابتن عادل ان في مخالفه. يعني انا احيانا انا كحكم باخد انطباع من اللاعب، هو اكرم عمل ايه؟ قام كمل. اذا النهارده انا كحكم كمان ما عنديش القرار. اكرم اداني انطباع ان مفيش مخالفه، وبالتالي خليت اللعبه تواصل. الفار بالظبط كده. ده اللي هقوله. الفار فين؟ ده اللي هقوله. حكم بعيد ما عندوش تفاصيل، اكرم اداله ايحاء ان مفيش مخالفه، الحكم يعني خد على مزبوط. اكرم مزبوط. وبالتالي نشوف الحاله من الاعاده. على الاقل انا شايف من وجهه نظري على الاقل في دفعه، في حاله هنا هنشوفها. التاكلينج هنا بس تاكلينج بالقدم اليمنى على الاقل. عايز اقول ان على الاقل الفار كان يجب ان يتم استدعاء الحكم، حتى ما خدتش حتى كابتن شريف حتى ولو 30 ثانيه ولا دقيقه. هنا انا شايف القدم، هنا في قدم او الفخذ او الركبه، هنا في اصطدام. حتى لو ما فيش مخالفه الحكم ما شافش، فبقول كان الفار يجب عليه استدعاء الحكم في هذه الحاله، حاله من الحالات كان يجب استدعاء الفار في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله الاخيره عندنا. قلنا دايما يا كابتن احمد من فضلك ال 9 15 ده حق للفريق، حق لابد انك انت تحافظ عليه كحكم. تمام. نشوف هنا اللعيب او المدافعين، هنا حكم وقف الحيطه وبعدين عمل ايه؟ الحيطه اتقدمت خطوتين ثلاثه. طيب نشوف لحظه التسديد، ودي مهمه جدا يا كابتن. انا هنا لما بيكون عندي لاعب عنده مهاره، لو انا عندي 9 15 مظبوطه من الممكن ان هو يسدد او يجيب هدف منها، ولكن نشوف هنا كابتن لحظه التسديد هنا نشوف. بس هل هذا معقول؟ دي حوالي 7 ياردة دي. 6 ياردة. 6 ياردة. 6 ياردة ما ينفعش. 9 15 دي حق للفريق مكتسب بيقولوا، لان عندنا لعيبه عندها مهارات على 18 ممكن يسدد، ولكن هنا حنفي لابد ان كان الحائط الدفاعي يرجع على الحدود الموجوده. لازم اللعيبه تبقى اذكياء في الحاجات دي بالظبط. يصمم ويقول له اللي مش واقفين. انا عاوز احييك كابتن اسامه. انا هنا كمان لابد ان لعيب النادي الاهلي بيروح بيطالب بحقك. لازم قبل الحكم وطالب بال 10 ب 9 15 ما هوش سبراي. هو حق ليه السبراي فين؟ ولكن كابتن مش مشكله سبريه، انا معيش سبريه. لا ازاي احط انا باخد أوكي. الخطوات وأحط. اوكي دي حاجه مهمه طبعا. السبريه دي حاجه مهمه جدا ولابد ان احنا، ولكن انا بقول ايه كمان، انت كلاعب المفروض لازم طالب بحقك. طالب بحقك مزبوط. هنا دي ما جيش الطيارة، ولكن بصفه عامه نتمنى ان التحكيم طبعا الفتره الجايه في توقف ويبقى في استعداد واعداد للحكام، وبالتوفيق ان شاء الله للحكام. ودي اخر حاله كانت معانا كابتن علي. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز كابتن نصر عباس. كل سنه وحضرتك طيب، نزلت السنه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله يبقى عام سعيد على الجميع باذن الله رب العالمين. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، براسل لنهايه فقره الاستوديو التحليلي النهارده لمباراه الاهلي وفيوتشر والمؤجله من الاسبوع السابع للدوري المصري العام الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1. كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير لقدوم بعد ايام السنه الجديده سنه 2022. نتمنى ان تكون 2022 افضل من 2021 ويكون عام سعيد على الجميع ان شاء الله.
حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد النعيم، الف شكر يا كابتن وكل سنه وحضرتك طيب. اشكرك كابتن ايمن، كل سنه طيبين وان شاء الله زي ما انت قلت سنه جديده عليكم جميله باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر يا كابتن وكل سنه وانت طيب. كل سنه طيبين يا كابتن، وان شاء الله تبقى سنه سعيده على كل الناس يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي، الف شكر يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب والناس كلها بخير، وان شاء الله الافضل الجاي افضل ان شاء الله باذن الله، وبالتوفيق للمنتخب المصري ان شاء الله، الامم الافريقيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال، الف شكر يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب يا كابتن ايمن، كل سنه والامه العربيه والاسلاميه بخير يا رب. يا رب ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.